ده سيرتيفيكت ده شكل اكزام بتبقى يعني في مرات عديده كانت بتدور حوالين الهيد انجري في الاند راوند الكيس بوست اللي بتجيلنا طبعا الفاينل. هنراجع النهارده الموضوع مع بعض ان شاء الله كله ونحل الكيسز اللي في الكتاب وهو في كام غلطه كده في الكتاب في الام سي كيو هايلايت الغلطات دي يعني ان شاء الله لو في وقت فعشان كده هنركز على المهم اوكي يعني مش هنقول الحاجات الانترودكتري والكلام ده ندخل على طول على السكالب انجريز ونقول المهم في السكالب انجريز خلاص احنا مش هنقول كل حاجه سبيسيفيك في الكتاب علشان السيف تايم دي وقت الكيسز والام سي كيو ولو في غلطه في الكتاب او في سؤال ولا حاجه. الهيد انجريز احنا عندنا في الهيد ايه؟ عندنا بون اللي هي السكالب اللي بنسميها الكرانيوم واللي بره الكرانيوم الاكسترا كرانيوم اوكي سوفت تيشو الاكسترا كرانيوم اللي هي السكالب والكلام ده والانترا كرانيوم اللي هم المنجيز والبريك تيشو خلاص يبقى لما نقول اكسترا كرانيوم صح يا محمد اكسترا كرانيوم انجريز مين ايه؟ مين السكالب انجريز تمام؟ يبقى سكالب انجريز سينونيمس للاكسترا كرانيوم انجريز والسكالب لايرز زي ما انتم عارفين هي اللايرز اللي بتبقى تبع الحروف بتاعه السكالب يعني اول حاجه عندي سكين بالابيديرمس والديرمس بتاعه بعد كده عندي الكونكتيف تيشو لاير تحت السكين على طول اللي بنسميها نيورو فاسكولار لاير اللي هي ريتش ان بلاد سبلاي هايل جدا جدا عشان كده بنخاف من الانجريز اوف ذا سكالب بنخاف من ايه؟ من الهامرجز اوكي عندنا تحت الكونكتيف تيشو لاير دي لاير الايه اللي هي الاوبنيروزس اللي هي دانس فايبرس شيت كده وبنسمي اسمها جاليا اوبنيراتيكا طبيعتها اوبنيروزس قلنا الايه عشان تبقى ماشيه مع الايه وما تبقاش نازله كده بالترتيب من بره لجوه بعد الاوبنيروزس تحتين الاوبنيروزس الدانس فايبرس شيت ده بيتحرك على ايه؟ ما بيتحركش على البون على طول لا بيتحرك على لاير كده كونكتيف تيشو تفاسيليتيت الموفمنت بتاعته على عشان كده السكالب بتاعته شوف بتتحرك ازاي معاه عشان في لوز كونكتيف تيشو بين البوم وبين اللايرز اللي فوقيها وبعد كده عندنا لاير مش سكالب بروبر لاير ولكن هي اللاست اكسترا كرينيال لاير اللي هي البيري اوستيال لاير لان اكشوال البيري اوستيال ده ايه؟ دي مش لاير من السوفت تيشو اللي فوق دي لاير اللي هي من البون اللي هو الاوتر لاير بتاعه البون يبقى هي مش سكالب تيشو بروبر لاير ولكن هي اخر اكسترا كرينيال لاير لان هي اللاير المبطنه للبون من بره او هي لاير حقيقيه من البون هي اتس ذا بيري اوستيال لاير اوكي هما كده بالترتيب سكالب المهم ان احنا نعرف الترتيب عشان لما نيجي نتكلم بعد كده على الهامرج والحاجات اللي بتحصل عندنا انجز كتيره جدا خريطه الانجز كتيره قوي الحاجات اللي ممكن نشوفها في السكالب زي اي سوفت تيشو عندي كل الانواع من الحاجات اللي احنا بنشوفها كات كونتيوز دوت اورنا فلاك مش عارفه ايه مش هنقف عندهم كتير ندخل في المهم اللي يهمنا ايه وده سؤال متكرر هاو تو ديفرنشيت بتوين الهيماتومز اللي بتحصل في السكالب عندنا ثلاث انواع من الهيماتومز اللي بتحصل في السكالب سبكيتينيوس سب جاليان اند سب بريوستين اساميهم دي بتوصف ايه؟ بتوصف مكان الكولكشن بتاع البلاد هيماتوما يعني بلاد كولكشن اكسترا فاسكولار بلاد كولكشن اوكي البلاد ده كولكتد تحت السكين لاير بقى اسمه سبكيتينيوس كولكتد تحت الابونيروزس لاير اوكي بقى اسمه ايه؟ اللي هي اسمها جاليا ابونيروتيكا سميناها سب جاليان لاير اتكون تحت البيري اوستيال لاير اوكي سميناها ايه؟ سب بيري اوستيال هيماتوما اوكي يبقى اسمها بيوصف المكان اللي حصل فيه البلاد كونكشن طب بتوصل لسايز قد ايه؟ تعالى نتكلم على سب كيتينيس هيماتوما كده ونشوف اتكون بلاد تحت السكين او بين السكين والاوبنيروزس لان تحت السكين هو الجاليا اوبنيروتيكا اوكي فهنلاقي المكان ده فيه دنس فايبرس تيشو كتير يعني متقسم كومبارتمنتس يعني السبيس اللي بين السكين او المسافه اللي بين السكين والابونيروزس دي فيها دنس فايبرس تيشو كتير قوي 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 مقسماها كده لايه؟ لكومبارتمنت فلو طلع شويه بلاد اكسترافازيتد
هيدخلوا جوه كومبارتمنت من دول وهيتخانقوا جوه الكومبارتمنت دي، مش هيليك من هنا لهنا عشان في باوندريز اسمها ايه؟ اسمها دنس فايبرس ستراند او دنس فايبرس تيشو، مقسمه السبيس ده تو كومبارتمنتس، اوكي؟ وعشان كده بنلاقي دايما السبكيتينيس هيماتوما سمول ان سايز زي الليمونه، يتخبط تطلع له ليمونه كده، اوكي؟ ليمونه ايه؟ سمول ان سايز وسيركمسكرايبت ولوكالايز بالمنظر ده، لان هي باوندد او ليها او ليمتد بار الدانس فايبرز ستراند، والكاركتر بتاعتها تيجي انت تفحص الليمونه دي تلاقيها فيرم. فيرم ليه؟ لان هي مخنوقه شويه، بلاد فوليوم مخنوقين في سبيس، تمام؟ كونفايند لسبيس، اوكي؟ فتلاقيها فيرم تحت ايدك وتلاقيها سيركمسكرايب، اه تعرف تقول دي حدودها، مش تلاقيها ديفيوز بقى كده، وتلاقيها بتنفخ طبعا، لان انت عندك شويه بلاد محبوسين في مكان وعاملين تنشن على المكان ده، فبتبقى بينفل جدا، تمام؟ زي مين؟ الاكزامبل بتاعها زي الكابتس ساعات اللي بيحصل مع العيال، كابتس اكسيدين اللي هما بيتولدوا، لما تاخد الناس اللي تعرفوا العيال كده ساعات بيتولد يروح طالع حتى، او زي ما هناخد فيه الانفنت ديث ان شاء الله، اوكي؟ طب نيجي للساب جالي الهيماتوما اللي هي بلاد اتحوش هنا فين بقى؟ تحت الجاليه ابونيوراتيكا، تمام؟ الجاليه ابونيوراتيكا تحتيها سبيس واسع خالص، تمام؟ لانه ايه؟ لان الجاليه ابونيوراتيكا دي قلنا عباره عن دانس فايبرس تيشو شيت عامله زي الكاب كده مغطيه الكل من قدام لفوق كده، لان اتشت في ايه هي؟ اتشت في مصر اسمها اوكسيبتو فرونتاليس، يعني شوفوا المصر ماسكه من فين؟ اوكسيبتو فرونتاليس، يعني زي ما تكون واحد لابس كاب مغطي من الاوكسبت لحد الفرونتال بون، من الاوكسيبتال بون لحد الفرونتال بون، اوكي؟ يبقى ده سبيس شكله ايه؟ شكله كبير جدا، وايد سبيس، اوكي؟ لارج سبيس اللي هو اللي تحت الجاليه، اللي هو السب نيوروتيك سبيس ده او سب جاليون سبيس، ليه؟ لان الجاليه ابونيوروتيكا دي اتاتش في الاوكسيبتو فرونتاليس مصر، وبالتالي لا اتوقع ان لما يحصل شويه دم اكسترافازيتد وحدفوا في السبيس ده هنلاقي شكلهم ايه؟ هيكونوا هيبقوا ديفيوز، اوكي؟ فبالتالي بعيني كده مش هلاقيهم لارج قوي، لا، لان انا مش قادر احدد كميتهم، لان هم هيكونوا في السبيس الواسع ده، وهيبقوا سوفت، هلاقيهم فيرم كده زي الثانيه المخنوقه بين الدانس فايبرس تيشو، لا هتبقى سوفت، سوفت ليه؟ لان انا عندها سبيس كتير تجري فيه، تمام؟ اوكي، ومش بينفل طبعا لان هي مش مخنوقه، وممكن مع لما تبقى ليكنج كده وميل السبيس ده اللي وصل لحد الفرونتاليس هنا، اوكي؟ الفرونتاليس اتاتشمنت هنا، الفرونتاليس اتاتشمنت هنا، يليك وينزل باي جرافيتيشن يلاقي تحتيه يروح عامل لي ايه؟ بلاك اي، صح؟ اوكي؟ يبقى البلاك اي ممكن تيجي من السب جالي من دول. فالسب موستير عشان بيقول لك الجزء اوف بلاك اي، بس هنتكلم على الجزء اوف بلاك اي، احنا خدنا جزء اوف بلاك اي قبل كده في الوونز اللي هم ايه؟ اللي هو ده تروما للعين او اللي هي ليكينج، صح؟ اوكي، طب السابريوسيال هيماتوما، السابريوسيال هيماتوما تحت البريوسيال لاير اللي هي اللاير اللي ايه؟ اللي يا دوب المفروض ان هي لازقه في البون، تمام؟ يبقى اللاير اللي هي اصلا لاير بروبر من ايه؟ من البون، اوكي؟ يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني كل بونه من البونز اللي مكونين الكرانيوم ده او مكونين الاسكال ليها بريوستيال لاير منفصل خالص عن البريوستيال لاير بتاعت اي بونه ثانيه، لان هو اكشولي البي دي او البريوستيال لاير دي لاير اوف ذا بون، لاير اوف ايه؟ ذا بون، تمام؟ يبقى عشان كده لو طلع شويه بلاد عندي وتحوشوا تحت البريوستيال هيعملوا ايه؟ هيبقوا كونفايند بالبونه دي، يعني يتحوشوا تحت البريوستيم بتاعت مثلا الرايت فرايتل، هيبقوا مرسومين كده بشكل الرايت فرايتل، مش هيروحوا لا عند اللفت فرايتل ولا هيروحوا عند الفرونتل ولا هيروحوا عند التمبل ولا هيتحركوا ولا يروحوا في اي حته. ليه؟ لان اللير دي اصلا بتاعت البارتيكل دي، تمام؟ يبقى مش هينفع يعدي الباس، هيباس من هنا ما لهمش باسج، تمام؟ لان دي لاير منفصله عن اللايرز اللي حواليها الثانيه، عشان كده بتبقى ليميتد تو وان بون، تمام؟ وعشان كده الباوندريز بتاعتها ايه او الليميتيشنز بتاعتها ايه؟ السوتشر لاين، لان بين كل بون او بونه في سوتشرز،
يبقى علامه بالنسبه لي كده السوتشر لاينز دي، لو عملت مثلا اكس راي ولا حاجه الاقي السوتشر لاينز دي هي الليميتيشن، هي اللي راسمه لي الهيماتوما فين بالظبط. اوكي زي مين؟ زي حاجه اسمها التفاعل الهيماتوما في طيب الكومبليكيشن بتاع السكالب ممكن يجي في الامتحان كتير، لكن هو سهل ومفهوم. هامرج طبعا لان احنا عندنا بريتش بلاد سبلاي وعندنا فايبرس تيشو. الفايبرس تيشو اللي قلنا عليها في الكونتاكتيف في السبكتينيوس لاير دي بتعمل ايه؟ بتشد على الثيرد فيسل. يعني لو عندي فيسل طايه قطع مش هيلم، مش هيلم ليه؟ لان حواليه فايبرس تيشو كتير، فهتخليه على طول مفتوح بيتنت فيحدث بلاد. فالهامرج بيهمني قوي، بيهمني طبعا الانفكشن عشان الباسج اوف الانفكشن ثرو الايماجري فيت. طيب لو حصل لي انفكشن في صوره مننجايتس، طبعا ممكن اي نوع من الانفكشن اكسس مش عارفه اي باس من المسكال لجوه، ممكن الانفكشن ده اللي بنسميه ايه؟ اللي جاي من التروما، اللي جاي من السكال هيماتوم بنسميه تروماتيك مننجايتس. يبقى لو حصل لي سبريد من السكال هيماتوم وعملت لي intracranial infection في صورة meningitis ده بنسميه ايه؟ traumatic meningitis. It's infection of the brain meninges due to ال trauma، أصل التروما تمام؟ It should be differentiated من المننجايتس اللي هو infectious اللي هو meningococcal، أو من المننجايتس اللي نتيجة local infection زي otitis media. أوكي؟ يبقى differentiation ده مهم، لكن differentiation الأولاني بتاع الكارف الهيماتوما أهم. طب تعالوا نفرق بين التلاتة مننجايتس دول اللي عندنا دول، هنلاقي بنفرق بينهم يا دوبك على الأربع نقط دول. إيه الهيستوري؟ السكال شكلها إيه؟ الباس كونكتد فين؟ والبكتيريا نوعها إيه؟ تمام؟ إيه الهيستوري؟ واحد بتاع تروما، تروماتيك يبقى هيستوري أوف تروما، ماشي؟ طب الهيستوري بتاع المننجوكوكل، الناس بتوع المننجوكوكل دول اللي هم مين؟ اللي هو جالهم دول أنفلونزا، دول برد وكان أوفندنج أورجانيزم مع يعني شكله كده دور برد، ولكن هو كان مننجوكوكال انفكشن وعمل له المنظر ده، فيبقى مديني هيستوري بقى من سوك ستروت، وكمان بيبقى عندي ابيدامك، انا عارف ان في ابيدامك في البلد، عشان كده من الاطفال الصغيرين بقى في ابيدامك يروحوا يطعمينهم في المدارس على المننجوكوكال مننجايتس اللي هو الالتهاب الصحي. اوكي؟ وكاركترايزد بايه بقى اللي هو المننجوكوكال مننجايتس؟ زي يشتكي من ايه دايما؟ العيان يشتكي من ماكروجيديتي. يبقى دي كاركترستيك ساين، يعني الواد العيل الصغير اللي عنده برد اول ما يشتكي من رقبته ان هو مش عارف يحرك رقبته او رقبته واقفه بنخاف عليه، ده ساين مش كويس. لكن بتاع الاوتيتس ميديا ده الصغير اللي عنده التهاب في الاذن الوسطى، تمام؟ طيب السكال شكلها ايه بقى في الثلاث حالات؟ تروماتيك مننجايتس ممكن يكون جاي من السكال، وممكن يكون واصل لي منين تاني؟ من السكال فراكتشر. اوكي سكال بوند يعني يوصل لي عن طريق الماشي بيبيت، يعني ممكن تكون السكال بوند دي عامله لي يعني هايدنج للسكال فراكشن والباسج بتاع الاورجانيزم من بره ليه ثرو الفراكشن ده، ولكن في المننج كوكل من جاكس السكال نورمال زي الفل مفيش اي مشاكل، تمام؟ لان الانفكشن بيجي لي منين؟ بيجي لي عن طريق البلاد. اوكي طيب الاوتيتس ميديا كومبليكيشن بتيجي منين؟ دي لوكال سبريد مش بلاد سبريد زي في حاله المننج كوكل من جاكس. لوكال سبريد يعني ايه؟ يعني عندي التهاب في الاذن الوسطى والالتهاب زاد شويه اثر على كل التيشوز اللي هنا اللي تحتيها البوني تيشو برضه، فاثر على التمبر بون ووصل من خلالها للانتركرينيال ستراكشر، فديس از لوكال سبريد ويبقى معاه تمبر نيكروزس. الباس بتاع الانفكشن كل دول مننجايتس، كل دول فيهم انفكشن. اوكي الباس بيبقى كولكتد فين؟ التروماتيك مننجايتس بيبقى تقريبا ممكن يكون قريب من الوند السكالب وون، لانه بيبقى غالبا لوكال سبريد او الفراكشر بيبقى لوكال سبريد، تمام؟ او على الطريق اللي ماشي فين سبريد. طيب المننجوكوكال مننجايتس دي ايه؟ دي انفكشن يعني سيستميك انفكشن وصلت لي عن طريق البلاد. اوكي والبلاد المين بلاد سبلاي بتاع البرين بيبقى فين يا جماعه؟ بيبقى فين؟ اسمه ايه؟ اسمه السيركل اوف ويلز، تمام؟ والسيركل اوف ويلز دي موجوده فين؟ عند البيز بتاع البرين، تمام؟ البرين كده بيبقوا الاثنين هيمسفيرز كده، وفي البيز بتاعتهم من تحت فيه المين بلاد سبلاي او السيركل بتاع الوقت اللي بنسميها سيركل اوف ويز. فعشان كده الكولكشن بتاع الباس هنا والانفكشن بيبقى مين ايه اللي جاي عن طريق البلاد من السيستميك انفكشن بيزل، تمام؟ طب الباس في حالات الاوتيتس ميديا مننجايتس بيبقى كولكتد فين؟ ده لوكال سبريد،
يبقى هيبقى كولكتد جاي من عن طريق الويج من الاذن الوسطى، خرم التمبرال بون عمل لها ايروجن ودخل على انترا كرينيال ستراكشر، اول ما هيدخل هيدخل على ايه؟ على التمبرال اريا من او التمبرال لوب اللي في الحته يعني الحته اللي في البرين اللي تحت على طول التمبرال بون اللي بنسميها التمبرال اريا. اوكي؟ طيب البكتيريا نوعها ايه؟ فيتروماتيك منجز، اي نوع بكتيريا ولكن اللي هو الاكثر اللي بنشوفه الاستاك والاستراك. طب البكتيريا نوعها ايه في المننجوكوكي منجايتس؟ منجوكوكاي طبعا، تمام؟ طب البكتيريا نوعها ايه بتاع الاوتيتس ميديا؟ زي بالظبط اللي عملت لي اللي هي اللي انا شخصاها في الاوتيتس ميديا، هي اللي دخلت لي وعملت لي اللوكال سبريد، وده الديفرنشيشن ان بتوين الثري تايب التروماتيك منجايتس اند اتس ديفرنشال دايجنوسس. اوكي؟ ندخل بقى كده خلصنا الاكسترا كرينيال انجريز يا جماعه والديفرنشال دايجنوز بتاعها والكومبليكيشن، ندخل على الكرينيال انجريز. ولما نقول كرينيال يبقى قصدنا ايه؟ عندنا سكال بون، تمام؟ اوكي الكرينيال انجريز او البوني انجريز، اي بون بتحصل لها انجري حصل لها ايه؟ الانجري في البون ايكوال ايه؟ ايكوال فراكشر. انجري اوف ذا بون ايكوال فراكشر، يعني تتكسر العظمه تتكسر. تتكسر باي شكل بقى؟ بشكل شخصي، بشكل متفتت زي ما هنشوف دلوقتي، بس نشوف هي بتتكسر ازاي؟ ايه الميكانيزم اوف سكال فراكتشر في الكرينيوم؟ الميكانيزم ادي الراس اهي بتتخيلها اهي بالسكال فيها وتعرضت للانفكت بتاع البادي ده بلانت تروما دي ان ذيس دايركشن. اوكي؟ يبقى ادي الكرينيوم نبص له تاني وادي الفورس اوف امباكت، تمام؟ الفورس اوف امباكت لو كانت مينيمال فورس مش هتعمل فيها حاجه، لان الكرينيوم ده كرينيوم يعني جونه محترمه، تمام؟ طيب لو الفورس زياده شويه هتبص تلاقيها عملت ايه؟ ذات انفاجيناشن. اوكي؟ ذات كونكافيتي اللي بنسميها ايه بقى الانفاجيناشن دي؟ في الدايركشن بتاعته اللي بنسميها لوكال ديفورميشن. بنسميها ايه؟ لوكال ديفورميشن، يعني حاجه شكليه بس ديفورمد بقت انفاجينت انتو ذا ايذر دايركشن اوف ذا فورس. طب الفورس زياده بقى قوي، زادت قوي، زادت قوي يعني السترينث بتاع البون ده ما ايه؟ مش قادر يقاومها، يعني هي غلبت السترينث بتاع البون. كل تيشو في الدنيا ليه ايه يا جماعه؟ زي ما اتكلمنا في البونز كده، ليه يعني ستريتش كاباستي او تنسايل كاباستي. اوكي؟ عشان كده البونه مثلا ممكن تتخبط ما يحصلهاش حاجه، تتخبط اكتر شويه بس يحصل لها ابريجن، اكتر يحصل لها بروز، اكتر يحصل لها ايه؟ كونتيوجن، صح؟ السكين يعني السوفت تيشو. البونه برضو تتخبط يحصل لها ديس ايماجينيشن وسكال ديفورميشن، لو زاد شويه بقى تروح تطاق البونه دي تتكسر، تمام؟ ما تستحملش، يبقى ايه؟ اكسيدنج الفورس اللي هي الانسلتنج اكسيدنج الكاباسيتي بتاعت السترينث كاباسيتي بتاعت السكال بون اللي هنا. تكسرها ازاي بقى؟ تتكسر ان تخلي الفورس لو هي بتزق كده لتحت هتبص تلاقي this is the maximum force maximum point of compression. اي شايفين الشرق ده؟ شايفينه على بتاع الكبير اهي؟ this is the maximum point of compression، تمام؟ اللي هي اللي مزقوقه لتحت خالص. وبعدين كمان شايفه this is point of ايه؟ of invagination. وعندنا كمان two pools فوق هنا عليهم شد برضه indirect indirect force على التو بارتس دول، فبرضه دول هيتكسروا. المنظر ده عامل زي ايه؟ زي التراينجل، تمام؟ بنسميه ستريس تراينجل. انا بقول لكم ستريس تراينجل عشان تفهموا. يبقى الكسور اتوقع هتبقى فين؟ تبقى عند الثري ابيسيز بتاعت التراينجل على الثلاثه روس بتاع التراينجل دول. عند النقطه دي عند الابيكس دي ليه؟ عشان دي دايركت ماكسيمم كومبريشن هيلد عندها البون. اوكي؟ ودول والاثنين دول اندايركت برضو عليهم ستنس وعليهم فورس مطرح ما انا بزق لتحت، دول تقريبا بيبلج لفوق كده وبيبقى عليهم ستريس كده. اوكي؟ يبقى دول اللي اتوقع الثلاثه بوينتس اللي ممكن يبقوا موجودين عندي اللي هم الابيسيس بتاع الستريس تراينجل. ولما الفورس بتزيد وبتعدي الستريس بتاع السكال بتزيد. بتحصل فين بقى الفراكتشر دي؟ بتحصل ات ذا سايت اوف فورس او البوينت اوف امباكت اللي هم الدايركت اللي هو الابيكس اللي هنا، تمام؟ او نير اللي هم ايه؟ التو ابيكسيس التانيين اللي هم عليهم اندايركت فورس، تمام؟ يبقى ات اور نير ذا سايت اوف امباكت. والكلام ده
حصل كسر ما حصلش كسر ملوش اي علاقه بفي انتراكرينيال انجري او مفيش انتراكرينيال انجري. يعني ايه ملوش اي علاقه؟ يعني اندبندنت. يعني ايه؟ يعني لما الاقي عندي فراكتشر ده موضوع الانتراكرينيال انجري ده تاني. تمام؟ يعني مش كل فراكتشر مع انتراكرينيال انجري، اوكي؟ ومش عشان مفيش فراكتشر يبقى مفيش انتراكرينيال انجري. يعني مش ما فيش فراكشر خلاص انا بقى ضميري مستريح خلاص ما فتشش على الانتراكرينيال انجري، لا فتش برضو المصاب بتاعك عنده انتراكرينيال انجري ولا ما عندوش، سواء عنده هامرج ولا عنده واتس اب. تمام؟ يبقى ايه؟ يبقى دول اندبندنت عن على بعضهم. طب السكاب فراكشرز اللي عندنا اربع انواع كبار، الفيشر اللي هو الكسر الشرخي، الدبريسد الكسر المنحسر، الكومن روتد المتفتت، والكات اللي هو القطع. الفيشر فراكتشر وده اشهر الانواع واكثر الانواع اللي هو الشرخ. ادي شرخ اهو في الجمجمه زي ما انت شايف. معلش هتقطع كده يا جماعه. الو الشرخ ده. توصيفه ايه؟ مواصفاته ايه؟ مواصفاته ان هو بيدم او الكروز انسترومنت بتاعته بتبقى بلانت اوبجكت هيفي. تمام؟ ليها مومنتم يعني كونسيدربل عشان يأوفركم الستريس بتاع الكرانيوم ويعمل الكسر ده. زي مين؟ زي ايه؟ زي يتخبط بطوبه، يتخبط بشومه، يتخبط باي حاجه بس ليها هيفي بلانت ولكن ليها considerable momentum. اوكي؟ شكله ايه؟ مواصفاته ايه؟ زي ما شايفين linear بيبقى خطي ما فيهوش bond effect. يعني ايه there's no bond effect؟ يعني ايه؟ يعني زي الكوبايه بتاعتنا لما تبص تلاقيها اتشرخت. مش بتحط دي تصب فيها الشاي تلاقي الكوبايه طقت اتشرخت ولكنها co-opted. شكلها ماسك نفسها، شكلها كوبايه. ما تفتتش، ما اتكسرتش، ما اتقسمتش نصين، ما بقاش في اي تيشو لاص في النص، لا ده هي لابسه في بعضها كده وجاست ان انت شايف الخط بتاع الشرخ. This is the fissure fracture اللي بيحصل بالظبط. بيحصل فين؟ بيحصل at the point of impact، اوكي؟ وبيسرح، يعني يبتدي يعني الخط ده هو خط اهو طويل عليه، طب فين البدايه بتاعته؟ في النقطه بتاعت الارتطام، at the point of impact ويسرح يمين لشمال فوق لتحت according to ايه؟ according ان هو يلاقي مكان سهل يسرح فيه، اوكي؟ لقى سوتشر لاين دخل فيه، لقى بونه ضعيفه دخل فيها، اوكي؟ يبقى يعني سرحانه ده يمين وشمال وفوق لتحت في الاتجاهات المختلفه according للويكنس بتاع المكان اللي بيسمح له ان هو يسرح. طب انا بصيت للخط ده كله كده يا ربي انا عايزه يعني اتخيل يعني اتوقع
ايه البوينت اوف امباكت من شكل ده؟ هلاقيه شويه يعني كونسيدربلي يعني بالمقارنه لبقيه الخط فيه يعني جزء واسع سنه. اوكي اكتر من بقيه الخط اللي هو ده البدايه بتاعته. يبقى الفيشر فراكتشر لينيا معهوش بوند افكت، وخد بالك من دي كويس قوي عشان الام سي كيو. بيبتدي عند البوينت اوف امباكت وبيكستند الونج لاينز اوف ويكنس. طب الفيشر فراكتشر ده او الشرخ ده ممكن يحصل لي فين؟ في الفولت، واحنا السكال عندنا مش احنا اللي كنا بنروح قاسمين السكال كده مطيرينها نصين. اوكي القسم عندنا نص من فوق اللي هو عامل زي الكاب اللي بنسميه الفولت، وعندنا جزء من تحت اللي فيه بقى كل الكونتورز والكلام ده اللي بنسميه ايه؟ البيز. اوكي يبقى الشرخ يا اما يحصل لي في الفولت اللي فوق الاكسبوزد ده، يا اما يحصل لي في البيز من تحت. اوكي الفولت فراكتشر عندنا انواع، منها انواع السب تايبس بتاعت الفيشر فراكتشر بتحصل في الفولت. ممكن يبقى حاجه اسمها دايستاتيك فراكتشر، ده مش فراكتشر بروبر اوكي، ده فراكتشر بالحظ كده وبالقدر حصل في اللاين اوف سوتشر. تمام؟ فهو يعني ايه يعني فاستخلي اللاين، لكن هو هنا اصلا ده مطرح لاين اوف سوتشر ولسه مادام قلنا سوتشر يعني ايه؟ لانها يونايتد سوتشر. اوكي؟ لان هو لما يبقى يونايتد يبقى وان بول. خلاص. اوكي؟ طيب يبقى الدايستاتيك فيشر فراكتشر ده فراكتشر لاين بالحظ كده باسنج جوه السوتشر لاين. طب ايه بقى البولر فراكتشر؟ البولر فراكتشر ده نوع من الفراكتشر مش بيحصل بقى ات سايت اوف امباكت، لا بيحصل يعني بعيد شويه، ده بيحصل في السبورت تاني. انا واقف وراسي سبورت على الحيطه دي واتخبطت من قدام كده، حصل ايه في الكرينيوم بتاعي اللي هو الكلوزد بوكس ده؟ البول دي حصل لها ايه؟ حصل لها انضغطت من هنا في الانترو بوستيريور دايركشن. اوكي لما انضغطت من هنا ودي حاجه كلوزد، هتفوت منين؟ الانضغاط ده هتعمل فيه هتروح ايه؟ باصده من الجنبين على ايه؟ على الرايت تو ليفت اكسس اللي هو الاكسس اللي هو ايه؟ البربنديكولر على اكسس بتاع الخبطه. تمام؟ فهتلاقي ممكن البظظان اللي باظته من هنا ده يعمل تنسايل سترينث اقوى من الكومبريشن اللي هنا. فتبص تلاقي مين الحته اللي هتتكسر؟ الحته اللي متعرضه لضغط اعلى اللي هما الاثنين التو بولز دول. وعشان هي بتحصل على التو بولز اللي بيربنديكولر على الاكسس بتاع الخبطه مع السبورت، تمام؟ الخبطه مع السبورت، تمام؟ سموه ايه؟ بولر فراكشر. تمام؟ بولر فراكشر ليه؟ لان هي بتحصل عند التو بولز، بتحصل اوائل البوينت اوف امباكت. التو بولز بتاع الاكسس البيربنديكولر على الاكسس اللي بتوين الامباكت والسبورت. طب قال لك في حاجه اسمها ثيرمال فراكتشر. ثيرمال فراكتشر اللي هو الكسر الحراري، ودائما ما بيبقى شرخي، وده بيحصل في لما الهاز بيتعرض لدرجات حراره عاليه جدا جدا جدا. مع درجات الحراره العاليه بيحصل ايه؟ بيحصل ايفابوريشن للفلويد بتاع السوفت تيشو. طب انا عندي الكرينيوم ده كلوز بوكس، تمام؟ وجواه سوفت تيشو اللي هو البرين والمنجيس والبزنس والكلام ده تعرض لدرجه حراره عاليه، هيحصل لازم بيحصل لاي سوفت تيشو يحصل فيها ايفابوريشن للووتر كونتنت. تمام؟ الضغط هيزيد جوه الدماغ، والدماغ دي كلوزد. تمام؟ لما الضغط يزيد جوه البوكس الكلوزد ده او جوه البالون الكلوزد دي هتحصل لها ايه؟ هتطرشق، هيحصل لها فيشر فراكتشر او ثيرمال فيشر فراكتشر او هتطق في صوره فيس فراكتشر. This is the thermal fracture which is the differential diagnostic traumatic fracture والجدول ده في منتهى الاهميه. اوكي؟ extremely important. ايه الفورم اوف ديفرنشيشن بين ذيس تو فريشر تايبس اوف فراكشر ويتش از ثيرمال اند تروماتيك؟ تعال نبص كده على دماغنا من بره. انا بره عندي ايه الاول؟ عندي السكان، تحتها السكال، جواها الانتراكرين ستراكشر اللي هم المنجيز والبرين. تمام؟ دول الاربع نقط الاولانيين. خامس نقطة الفورست بورت بيكتشر جنرالايزد فورست بورت بيكتشر بتاعت البني ادم الفيكتيم بول. يبقى انا الديفرنشيشن ايه؟ الدماغ من بره للجوه، سكان سكال اند انترا كرينيال ستراكشر في صوره المنجيز في البرين تيشو اند ذن البوست مورتم بيكتشر ان جنرال. طيب السكان في حاله الثيرمال فراكشر
هيبقى فيها انتي مورتم رومز يا جماعه ولا حاجه؟ غالبا مش هيبقى فيها، لان هو ده مش توماتيك. اوكي؟ طيب التوماتيك يعني ممكن يبقى فيها انتي مورتم وممكن ما يبقاش فيها، يحصل كسر على كلوز كرانيال. طيب السكان فراكتشر موجود فين؟ موجود في الاثنين، والتايب بتاع الفيرمال فراكتشر لازم يبقى فيشر اكسكلوزلي فيشر، لان هو الثيرمال اصلا ده سب تايب من الفيشر فراكتشر. تمام؟ ولكن التروماتيك فراكتشر ممكن يبقى اي حاجه من الاربعه التنواع اللي احنا قلنا عليه، فيشر ديبرست كات كومنيوتد، اي واحد من دول يمشي معانا التروماتيك فراكتشر. تمام؟ طب ندخل على اللينجيز، بنلاقي عندي مع اللينجيز الفاسلز والهيماتومز وايه والبوست، نشوف هنلاقي عندنا بيحصل اكسترا جورال هيماتوما مع الثيرمال فراكتشر، والاكسترا جورال هيماتوما مع الثيرمال فراكتشر دي بتبقى سمول هيماتوما، تبقى هيماتوما صغيره كده وتبقى غامقه جدا، بيسموها في الليترشر ايه؟ شوكليت براون هيماتوما. اوكي؟ يبقى تبقى سمول وتبقى مش، لكن مع التروما الاكسترا جورال هيماتوما بتبقى كبيره جدا. طب كبيره وصغيره دي وانا هعرفها منين؟ قال لك كبيرة يعني ايه؟ يعني مالية الاكسترا جيولوجيكس. لما تيجي تفتح دماغه بعد الوفاة عشان تشوف تلاقي يا مالية مغرقة الاكسترا جيولوجيكس. ولكن كونفايند او سمول يعني ايه؟ يعني كونفايند كده الكورت مش فيلينج الاكسترا جيولوجيكس سبيس. تمام؟ طيب نيجي نبص على البرين. هو الثيرمال فراكشر قلت لي حصل ليه؟ ايفابوريشن. ايفابوريشن يعني السوفت تيشو اللي جوه ده فقدت الووتر اللي فيها، يعني بقى شكلها بقى حصل لها ايه؟ نشفت، اددت، شرانكند. تمام؟ والبرين عباره عن ايه؟ شكله ايه بالنسبه لنا؟ احنا بنشوفه ايه؟ هيمسفيرز فيها ايه؟ كونفليوشنز كده. فيها ايه؟ فيها عالي اسمه جايراي، وفيها واطي اسمه سلكار. تمام؟ وبنشبهها بايه؟ بعين الجمل، عارفين عين الجمل لما نكسرها كده؟ لما تبقى عين جمل فيفت كده وحلوه بتبص تلاقي ايه؟ الجايراي كده جميله كده وتتاكل، والسلكاي دوبك مسلمين على بعض كده الفتحات كده بسيطه. لكن لو عين جمل ناشفه بقى ومؤدده بقى زي ما بنقول، هنبص نلاقيها ايه؟ ما فيهاش بيبينتي، نلاقي الجايراي دول شرانكن، وبالتالي ايه؟ الفتحات اللي مستيوم بقى شكلها ايه؟ وايدنت. تمام؟ لان الماس نفسها كشت فالفتحات اللي ما بينهم وسعت. هو ده اللي بيحصل بالظبط. يبقى البرين شرانكن، ايه علامه ان هو شرانكن؟ ان الجايراي بتبقى ثين وبالتالي السلكار بتبقى وايد. لكن التروماتيك مع التروما بيحصل ايتين. اوكي؟ فبتلاقي البرين ايديمتس. طب البوست مورتم بيكتشر بتاعت البيرن، هل في بوست مورتم بيكتشر بتاعت البيرن اللي هي عندنا في الثيرمال دي بتبقى بوزيتيف مع الثيرمال وبتبقى نيجاتيف طبعا مع التروماتيك؟ دي differentiation between the thermal and traumatic fracture. كده خلصنا يا جماعه الفراكشر اوف ذا فيش فراكشر اوف ذا بولت اللي هم ثلاث انواع اللي هم ايه؟ دايستاتيك بولر اند ثيرمال. تمام؟ طيب نيجي بقى للفراكشر في البيز، فيشر فراكشر في البيز. عندي برضه ثلاث يعني ميكانيزمات، حاجه اسمها رينج فراكشر، حاجه اسمها هينج فراكشر، حاجه فراكشر جايه لي من البولت بقى ومسمعاني على نزلت على البيز او بيتلم من الفيس ونزلت على البيز. تمام؟ اكستنشن. طيب الرينج فراكتشر ده ايه؟ احنا لو جبنا السكال وقلبناها من تحت بنلاقي فيها خرم كده اسمه فورامين ايه؟ ماجنم، اللي هو بيحصل فيه ارتكيليشن مع الفرتبريت كولوم. تمام؟ الرينج فراكتشر بتبقى رينج حوالين الفورامين ماجنم. هينج فراكتشر يعني ايه؟ هينج يعني ايه؟ يعني مفصل. تمام؟ هو البيز عندنا في السكال زي ما انت شايف كلها 1 يونت. ممكن تتعرض لكسر معين يروح قاسمها نصين. اوكي؟ تبقى عامله زي ما تكون ايه؟ فيها مفصل، انفصلت نصين. تمام؟ نصين بالطول، نصين بالعرض، نصين بالورد، اللي هم بقى تو بارتس منفصلين وخلاص. والاكستنشن من الفولت فراكشر، يعني انا عندي فراكشر في الفولت او فراكشر في الفيس وسمع نزل سرح على البيز بقى كده. ادي الرينج فراكشر يا جماعه، وادي السكان بيز، وادي الفورم الماجنم اللي في النص، وادي الدايره اللي حواليه بتاعت الفراكشر اللي بنسميها ايه؟ المشرشره دي هي الرينج فراكشر. بيحصل فين الرينج فراكشر ده؟ بيحصل ازاي؟ ايه الميكانيزم بتاعه؟ في حالتين، احنا قلنا ادي السكان، وادي الفورم الماجنم. تمام؟ وادي الفرتبرال كولم. طب سي ان البني ادم وقع وهي بتحصل في فولدنج فروم هايت على راسه، على ام راسه.
هتبص تلاقي اول ما وقع على ام راسه كده حصل ايه؟ حصل ديسبيسمنت الام دي، بص تلاقي راسه كبست لبست في الفرتبرال كولم، تمام؟ يعني راسه هي اللي جريت تحت من الفرتبرال كولم كده، وهي بتلبس في الفرتبرال كولم كده بتاخد معاه رينج اوف بون اراوند الفورم اللي بتعمل. طب هو بالعكس، هو وقع في سقوط من العلوم سواء من البلكونه الدور الخامس ولا حاجه، لكن وقع على رجليه كده او وقع على الباكس وهو قاعد، حصل ايه؟ ديسبيسمنت الفرتبرال كولم هي اللي دخلت جوه السكالف، برضه وهي داخله هتاخد ريم من البون كده معاها وتعمل لي ذيس رينج فراكشر. اوكي؟ طيب الرينج فراكشر ده بقى مين؟ الاسنج بتاع نصين اهي، السكالف دي نصين فوق وتحت، ده اسمه الهينج فراكشر، عمل انفصال بين جزئين من البون، وده كتير جدا جدا في حالات الموتوسيكلات. عشان كده بتوع الموتوسيكلات دول من الريجيليشنز ان هم يلبسوا ايه؟ كوزه، علشان يعني المور الفريكونسي العاليه للسكال بيس تيومر. طيب تالت حاجه في الفراكشر بيس قلنا الاكستنشن من الفورت، يعني انا عندي شرخ في الفورت وسرح نزل تحت او في الفيس وسرح برضو على طب ايه السيمتومز؟ يعني وانا قاعد في الامرجنسي كده اشك ازاي ان المصاب اللي عندي ده اللي جاي جات تروما او جاي من حادثه عربيه او جاي من خناقه او حاجه ان هو عنده فراكتشر بيز. نفتش على الساينز دي. اول ساين دي اسمها ايه؟ اللي هي بلاك اي اللي بنسميها اسمها الاحسن ايه؟ راكونز اي. المنظر ده اسمه راكونز اي، وساعات يسموها باندا اي. اوكي، وهنتكلم على ده. يبقى في عندي هيماتوما او ايكيموزس باي لاترال حوالين عينتين اثنين، تمام؟ تاني ساين هي ايه؟ حاجه اسمها باتل ساين، يعني ارفع ورا ودانه كده وبص ورا ودانه في ديس ايكيموزس او هيماتوما ولا ما فيش. كمان بص على مناخيره ودانه، شوف مناخيره ودانه بينزل منها سي اس اف او بلاد ولا لا، اللي هو ايه؟ الاوتوريه والرانوريه والابيستاكسس و بلاد من الايد، تمام؟ يبقى العلامات دي مهمه قوي تفتش عليها في اي واحد شاكك ان هو يكون عنده فراكتشر بيز او جايه لك بهي تروما، اللي هو عينيه شكلها ايه ولا قدامه اخباره ايه، مناخيره بتجيب بلاد سي اس اف ولا لا. دي باتل ساين يا جماعه اهي، اللي هي الايكيموز اللي ورا الويب دي، الراكونز اي. بص المنظر بتاعها شكلها ايه؟ بيسموها ده الحيوان اللي اسمه راكون، اللي هو عينيه ربنا خلقها كده. شوف عينيه شكلها ايه؟ الكيموز حواليها شكلها ايه؟ شبه الكيموز اللي هنا بالظبط. شكله ايه ده؟ نوصفه نقول عليه ايه؟ باي لاتر ايكيموزس سيمتريكال، الاثنين سيمتريكال زي بعض بالظبط، زي دول سيمتريكال زي بعض بالظبط، تمام؟ غير خالص البلاك اي اللي هي لما الواحد تخبط في عينه، عمرها ما بتبقى كده. لو الواحد خبط في عينه هتبقى شوفوا هنا برضه باي لاترال اند سيمتريكال، مهمه قوي. لكن بلاك اي العاديه عمرها يعني غالبا مش باي لاترال، واحد مخبوط في عينه، مخبوط في عين واحده، لو اتخبط في عينين الاثنين عمرهم هيبقوا سيمتريكال. اوكي، يبقى بتاعت الراكونز اي دي بتاعت الفراكشر بيز باي لاترال وسيمتريكال، وخد بالك، تمام؟ احنا قلنا ممكن الفراكشر بيز تحصل لي من اكستنشن، يعني انا عندي اصلا الشرخ او الكسر في الفورد وراح نازل لي على ايه؟ على البيز، سرح على البيز اكستندد. فلو عندي ادي البيز اهي يا جماعه وبنقسمها لثلاث حفر، ثلاثه فصال، تمام؟ الفصه الاماميه الخطره دي بنسميها ايه؟ anterior cranial fossa، الفصه الوسطانيه الحمراء دي ميدل، والاخرانيه الصفراء posterior cranial fossa. الانتيريور كرينيال فوستا اللي هي فوقيها على طول مين؟ الفرونتال بون. الميدل كرينيال فوستا اللي هي جنب التمبرال. البوستيريور كرينيال فوستا اللي هي جنب الاوكسيبيتال. صح صح انتوا نايمين؟ عشان شغالين الساعه 7؟ لا صح صح احنا اديناك ريست. اوكي؟ يبقى لو انا عندي فراكشر في الفرونتال لما يسرح هيسرح على مين؟ على الانتيريور كرينيال فوستا. لو انا عندي فراكتشر في التمبر لما يسرح هيسرح على الميدل، ولو عندي في الاوكسبيت لما يسرح هيسرح على البوستيريور كرينيال فوسا. ماشي، طب احنا عايزين نفرق بقى، والجدول ده مهم جدا جدا جدا، وجه في امتحان راوند السنه دي وجديد مش مكتوب في الكتب اللي قبل كده خالص.
خالص هم differentiate between anterior وmiddle و posterior cranial fossa fracture base fracture. كيف؟ نقارن بينهم على الميكانيزم حصلت ازاي؟ الساينز اللي بشوفها على المصاب suggest اكسرت الخلية تشك في ان في fracture وفين الكرانيال نيرف اللي affected في الحالات دي. نيجي نبص على الانتيريور كرانيال فوسطا كده ونشوف هتحصل لي منين الانتيريور كرانيال فوسطا فراكتشر. يا اما واحد مخبوط في اورتو في الفرونتل يا اما في الفرونتل من اي حته كده وسرحت ناحيه الانتيريور كرانيال فوسطا، يبقى بتيجي من الاكستنشن من الفرونتل بون او خبطه من الفور هيد. طب السجستيف ساين هو القريب من الانتيريور كرانيال فوسطا ايه؟ عينيه ومناخيره، ماشي؟ فدي اللي هشوف فيها الريكومز اي وهشوف فيها من مناخيره جايب سي اس اف رينوريا وجايب ابيستاكسس. تمام؟ طيب مين الكرينيال نيرف اللي افكتد هنا ناحيه الانتيريور كرينيال فوسطا وكده؟ نلاقي الاولفاكتوري بيبقى افكتد ويشتكي من انوزميا ما بيشمش، نلاقي الاوكيوموتر افكتد وبيشتكي من دايليتد بيوبلز، ونلاقي الابديوسنت والتروكيولر افكتد. تمام؟ واضح ومنطقي الكلام ده؟ ماشي. نيجي للميدل كرانيال فوسطا، الميدل كرانيال فوسطا هيجي لها اكستنشن منين؟ هيجي لها اكستنشن من التمبرال بون، ويبتدي يقول لك ايه لما في الناس اللي بيلعبوا ملاكمه اتخبط في دقنه من تحت، لما اتخبط في دقنه من تحت المندبل سمع المندبل ايه؟ بيبقى ارتكيليتنج فين؟ من انجل اوف مندبل مع التمبرال، فهيروح مشارح في التمبرال واصل ليه البيز. تمام؟ طيب في المنطقة دي مين القريب مني؟ قريب مني ودانه ومناخيره. تمام؟ فهيبان عندي الباتل ساينز اللي هي بقى ورا الودان، هيبان عندي السي اس اف جاي منين بقى في الحالات من ودانه ومناخيره، والبلاد جاي برده من ودانه ومناخيره عشان انا في الميدل كرانيال فوسطا. تمام؟ مين الكرانيال نيرف اللي هيتأثر؟ الفيشل طبعا عندي هيتأثر اللي هو في الحتة دي هيشتكي من الفيشل بولسي. فيستيكولار اوتر هيتاثر ويشتكي من دافنس، الترايجيمينال بيشتكي من بقى مش قادر ينضف كويس والفيس سنسيشن بيبقى افكتد والكلام ده. طيب نيجي للبوستيريور كرانيال فوسطا، البوستيريور كرانيال فوسطا دي انهي بون اللي في الفولت اللي هيحصل منها اكستنشن؟ الاوكسيبتال بون. تمام؟ تروح ايه على طول اكستند على الاوكسيبتال على البوستيريور كرانيال فوسطا، وفي الحالات دي هلاقي بقى الدم متحوش فين؟ ايه المكان بقى؟ في الباكوزيل في الناب قفاه. تمام؟ وايه اللي هيتاثر هنا من الكرينيال نيرفز؟ الفيجاس والجلوسوفارنجيال هيتاثر، وده يشتكي من ايه بقى؟ من الفيسرال فايروس يعني من باول انفكشن. اوكي؟ الدفرنشيشن ده تاني مره هقول لكم مهم وجديد ومش موجود قبل كده، وزي ما قلنا الحاجات اللي مش موجوده ركز عليها علشان يعني احنا حاطينها ليه؟ حاطينها عشان هي مهمه. تمام؟ كده خلصنا الفيشل فراكشر يا جماعه، ندخل على التايب اللي بعديه اللي هو الديبرست فراكشر او الكسر المنحسر. والديبرست فراكشر ده بيحصل بايه بقى؟ ايه الكوز الاوبجكت اللي بيحصل بيه؟ برضه هيفي بلانك اوبجكت ولكن ليه لوكالايزد سيرفيس، لوكالايزد سترايكنج سيرفيس. زي مين بقى؟ مين اكزامبل المشهور قوي دي؟ البلانك الهامر الشاكوش بلانت وهيفي ولين لوكالايزد سترايكنج سيرفيس. تمام؟ طيب ادي المنظر بتاع الديبرست فراكشر. اوكي؟ هو في الاول زي ما بنفتكر الميكانيزم الاولاني الراس اتخبطت بمايل فورس حصل ايه؟ ديفورميشن. الفورس زادت شويه حصل فيشر. لا زادت قوي قوي راحت واخده الجزء اللي هو بتاع الستريس تراينجل ده كله على بعضه كده ودخل بيه جوه ال الانتركرانيال ستراكشر فبقى اسمه ايه؟ ديبرست، عملت ديبرشن جوه كله على بعضه، ادي الستريس تراينجل اهو وادي الكسره حصل في الثلاثه بوينتس اللي قلنا عليهم اللي هو ات ونير، وحصل ديسبليسمنت يعني مش بس اتشرخوا لا اتشرخوا وبقوا ديسبليسد في الدايركشن بتاع الفورس تو ذا انسايد. اتليست بيقول لك ان هو يكونوا اتحركوا مسافه اكبر من مسافه السمك بتاع الاسكان. يعني لو قلنا السمك بتاع الاسكان ده 6 مليمتر مثلا 8 مليمتر، اكيد لما حصل ديبرست فراكشن وحصل الديبرشن ده والديسبيسمنت دي دول مشوا مسافه اكبر من ديس ثيكنس، لان هما لو كانوا ويفن ديس ثيكنس كنا سميناهم فيشل فراكشن. تمام؟ لا دول ديسبليسد
to the inside of the cranium. ف بتحصل فين؟ بتحصل في الحته اللي اتخبط فيها. يعني لما اشوف الحته الديبرس دي يبقى هو مخبوط اكيد هنا at the side of impact، وبنسميها ايه؟ signature fracture، patterned fracture. اوكي؟ يعني بتاخد شكل السترايكنج سيرفيس، يعني لو الشاكوش اللي عندي ده كانت راسه مدوره تبص تلاقي الحته الديبرس دي مدوره، راسه ريكتانجل هتلاقيها ريكتانجل، راسه تراينجل هتلاقيها تراينجل. فبتعمل ايه؟ حاجه اسمها signature او patterned fracture. عشان كده لما نيجي يقول لك في الامتحان جيب ان اكونت مثلا على الباترنال انجريز، هتتكلم على البروزز، تقعد توصف التايبس اوف بروزز وكذا وكذا وكذا، وتنسى تتكلم على الديبرس فاكشن. This is one of the paternal injuries. Okay? One of the signature injuries. طيب ليه هنديكوا ليجل امبورتنس تاني غير ان هي بتوريني السايت بتاع الامباكت، السايت بتاع التروما، وغير انها بتوريني شكل السترايكنج سيرفيس، كمان بتوريني الاسيلنت طال الفيكتيم من انهي اتجاه، يعني بتوريني البوزيشن اوف ذا فيكتيم ويز ريسبكت تو ذا اسيلنت او العكس. اوكي؟ ضربه من قدام، ضربه من ورا، ضربه من الجنب. احنا بنقول في جزء ديبريسد، في جزء دريفن تو ذا انسايد اوف ذا سكان. الديسبريسمنت ما بيبقاش يونيفورم يا جماعه، يعني ما بيبقاش مثلا نزل اتحرك 6 مللي مثلا قالب كده، لا. بنلاقي في حتت متحركه اعلى من حتت. الحته العاليه اللي هي مور ديبرست هي دي تبقى قريبه من الاسيلنت اكتر. اوكي؟ يبقى اما الاقي الجزء الديبرست ده الماكسيمم ديبرشن اللي فيه زي هنا زي الجزء اللي فوق ده، اوكي؟ شاور لك عليها بالبوست كده. ده بيدينوت ايه؟ الماكسيمم ديبرشن اللي هو فوق ده بيدينوت ان الراجل ده انضرب منين؟ من الاتجاه ده. كده الاسيلنت واقف هنا. اوكي؟ اوكي. طيب العيال الصغيره يا جماعه زي ما قلنا في المحاضره بيبقى عظمهم ايه؟ طريق. اوكي؟ حتى قلنا ان بيتكسر الكسور بتاعتهم الكبيره ايه؟ بتلتئم بسرعه، بنسميها ايه؟ جرين ستيك فراكتشر. اوكي؟ جرين ستيك فراكتشر ليه؟ قلنا ليه الكلام ده؟ قلنا علشان بيبقى عظمهم طريق يتني وما يتكسرش، تمام؟ غير ان احنا كبار عظمنا ناشف ما عندوش بيس ايه؟ تنسايكل. اوكي؟ ما عندوش ديس ليونه. فعلى طول اول ما يتعرض لستريس يروح يتطرشى. لا، لكن العيل الصغير اللي عظمه طري لسه جرين يتعرض لستريس وييلد مع الستريس ده. اوكي؟ يبتني وما يتكسرش، لين. تمام؟ زي ايه؟ زي عود الملوخيه كده، قلنا عود الملوخيه ايه؟ يبتني وما يتكسرش، لكن العود الناشف يروح مطرشى على طول. تمام؟ نفس الكلام اللي بيحصل في الاسكار، هو خد نفس الفورس زي الكبير اللي هو كده بالظبط، مش عارف فرحة دماغه عامله ايه؟ حصل فيها ايه؟ حصل فيها ديس ديفورميشن اللي بنسميها بوند فراكشر. هو مش فراكشر بروبر يا جماعه، هو ما حصلش كسر. تمام؟ حصل ايه؟ حصل زي كره البينج بونج لما تتطبق، يعني ايه؟ حصل تطبيق بس، ديفورميشن كده ات ذا بوينت كونكيف ديبريشن. اوكي؟ ولكن اسمها ايه؟ اسمها بوند فراكشر، وما تتلخبطش بين بوند فراكشر وبولر فراكشر. تمام؟ عشان يعني هي دي الغلطة الشهيرة في الام سي كيوز والحاجات دي، بوند فراكشر حاجة وبولر فراكشر حاجة. بوند فراكشر اللي بيحصل في العيال الصغيرة اللي بقى كونكيف ديبريشن كده زي كرة البينج بونج. اوكي؟ اوكي يا جماعة ندخل في النوع اللي بعديه اللي هو الكومن ميوتد فراكشر اللي بنسميه سبايدر ويب، ونعرف الأسامي دي، الأسامي دي مهمة ممكن يبقى فيها سؤال. اوكي؟ سبايدر ويب يعني ايه؟ يعني زي عش العنكبوت. اوكي؟ عامل زي كده، عش العنكبوت بيبقى شكله ايه؟ عش العنكبوت. بيبقى زي سيركلز كده وايه انترسكتنج لاينز. تمام؟ هو ده شكل الكسر المتفكك او الكومنيوتد فراكشر. بيقول لك يحصل ازاي البوزيتيف اوبجكت بتاعه بي طبعا محتاج اللي يعني كسر الكرينيوم ويفككه ويطلع 500 حته كده، يبقى محتاج يعني considerably high striking force ووايد سترايكنج سيرفيس. مفيش لوكاليزيشن، مفيش بوينت اوف امباكت معين، لا الدنيا متوزعه. وايد سترايكنج زي ايه بقى؟ الاكزامبل التيبيكال الجميل قوي، واحد وقع من علو نزل على راسه، راسه اتفرتكت. اوكي؟ فين فين الاوبجكت هنا؟ الاوبجكت هنا الارض. وايد سترايكنج سيرفيس. تمام؟ طب شكله ايه؟ شكله زي ما احنا قلنا كده راديتنج لاين وكونسنتريك رينجز، و
قلنا الكومن يوتد فراكتشر ممكن ما تبقاش كده بس، ما تبقاش بالمنظر ده بس كده عموما الدنيا اتشرخت واتفرفتت، لا ده ممكن تتشرخ وتتفرفت وكمان تبقى ديسبليست تو ذا انسايد. ماشي؟ ديسبليست تو ذا انسايد يعني ايه؟ يعني ديبريسد كومن يوتد فراكتشر. اوكي؟ يعني نوعين مع بعض ديبريسد وكومن يوتد كمان. طب اخر واحد هو الكات فراكتشر، الكات فراكتشر اللي هو الكوز الاوبجكت هنا ايه بقى؟ اله حاده تمام؟ وتقيله عشان وعنيفه لو الفرصة عنيفة عشان تكسر الاسفلت دي زي الآلة الشهيرة هي آلة ايه؟ الفاس. اوكي؟ أو الأكس. بيقول لك ده ليه اتجاهين، واحد فدا يعني حرفين حادين أدي الأكس، واحد لينير كده وواحد ليجوز تراينجل بالمنظر ده. تمام؟ ممكن ينضرب من الناحية دي، ممكن ينضرب من الناحية دي. الكاركترز بتاعة الكات فراكتشر بيبقى شكله ايه الفراكتشر؟ بيبقى رجل لينير كتير قوي، يبقى لينير لو الحاجه كانت لينير كده هنا وشارب ايدج تمام وستريت وبيبقى فيها ايه كتير قوي شلفنج شطف. فاكرين الشطف البيرلينج اللي احنا اتكلمنا عليه والشطف اللي بيحصل في يعني تلاقي الايدج كلها عامله كده مشطوفه زي حرف البارود بالمنظر عشان الحركه والاتجاه بتاعي. طيب وكمان معاه بون ديفكت، وخد بالك معاه بون ديفكت. وعشان لما اجيب لك في الام اس كيو عندك سؤال في الام اس كيو جميل، مين النوع اللي معاه بون ديفكت؟ هو اللي معاه بون ديفكت ده مشهور قوي اللي هو بون ديفكت يعني ايه؟ يعني تيشه لص فنت مفيش خلاص مش من ايدجز مش كواكتف وده اللي بيفرقوا عن الفيشر فراكشر. طيب بيدينوت الميديكال ليجل ريبورت بتاع الكات فراكشر ده ان هو لو ليه شكل معين بيدينوت البوزيشن اوف ذا ستيبلز، يعني لو هو شكله تراينجلر بالمنظر ده، شكله تراينجلر ده يبقى البني ادم ده مخبوط بايه؟ مخبوط بحاجه تراينجلر زي البوزه دي كده. اوكي؟ فتخيل هو الراجل واقف بالاستيبلز المجرم وماسك الفاس كده عشان يخبط البوزه تراينجلر واحد تاني واقف قدامه. فهيشيل الفاس اهو الناحيه الستريت ناحيته والناحيه التراينجلر ناحيه الفيكتور وراح داخل خبطه في راسه بالناحيه التراينجلر دي. هتعمل لي فراكشر شكله تراينجلر بالمنظر ده اهو، شال الفاس كده وخبطه وراح شايل حته من البون شطف حته من البون عمل كاتنج لحته من البون شكلها تراينجلر بالمنظر ده. اوكي؟ التراينجلر ده ليه ابيكس وليه بيز. مين اللي بيبقى قريب من الاستيلس؟ البيز. واللي بعيد عنه الاكس. اوكي؟ عشان كده الميديكال ليجل ريبورتس بتاع الكونت فراكشر هو بيدي نوت البوزيشن اوف ذا استيلس والبيست. طيب التجميعه دي تجميعه لطيفه ومهمه كده وبتجيب لنا اكس كتير بالمنظر ده. بيقول لك لو انا عندي هيفي جراوند اوبجكت ليه لو مومنتم يعني لو فورس زي مثلا شومه زي ستون زي وقع خبطه ولا حاجه بتعمل لي ايه؟ وات تايب فراكتشر؟ فيشر فراكتشر. لو عندي هيفي بلانت اوبجكت برضه لكن ليه لوكالايزد سترايكنج سيرفيس والفورس بتاعته مودرت علينا شويه زي الشاكوش تعمل لي ديبرست فراكتشر. اوكي؟ لو انا عندي هيفي بلانت اوبجكت برضه ولكن ليه وايد سترايكنج سيرفيس وناس خبط الامباكت كانت هاي مومنتم امباكت فرصه عنيفه جدا زي السقوط من على فول فروم هاي تعمل لنا الكومن يوتد فراكتشر. لو عندي بقى شارب اوبجكت ولكنه هيفي تقيل وليه مودريت فيلوسيتي زي الاكس والفاس والساتور والحاجات دي تعمل لنا ايه؟ تعمل لنا كات فراكتشر. اوكي؟ طبعا يا جماعه يعني اتمرنوا على ام سي كيو على قد ما تقدروا. تمام؟ يعني هو دلوقتي الوقت بتاع الام سي كيو، الام سي كيو بيثبت المعلومه بينوع الافكار بيخليكم تكتشفوا البوينتس اللي انا مش واخده بالي وانا بقرا التكست كده على بعضه واسمعه مره واثنين وثلاثه ممكن الاقي نقط كتير جدا خافيه عليا. اوكي؟ ولكن الام سي كيو لا بيبلور النقط دي. تمام؟ يعني بيفيدك حتى مش لامتحان الام سي كيو بيفيدك لفهم المعلومه ولقط التكات طبعا وات ايفر يعني كتاب في كتب كتيره موجوده ف يعني اتمرن على قد ما تقدر ونوع فيه. طب الفين فاكتشر يا جماعه بتاع الفريم احنا بنسميه الفريم فاكتشر بيعتمد على ثلاث حاجات، بيعتمد على الفورس والمومنتم الفورس زي ما احنا شايفين في الجدول.
بيعتمد على الاوبجكت هو هيبقى بلانتو ولا مش عارفه ايه السيرفيس بتاع شكله ايه، بيعتمد على الهيد نفسها. طب بالنسبه للاوبجكت بنبص على ايه في الاوبجكت؟ على السترايكنج سيرفيس. قلنا حاجتين مهمين في السترايكنج سيرفيس، شكله ايه السترايكنج سيرفيس؟ يعني مدور تراينجلر ريكتانجلر ملوش شكل، والسايز بتاعه شكله ايه؟ هل هو وايد ولا لوكالايزد؟ اتفقنا على الكلام ده قلناه صح؟ مفهوم الحاجات دي؟ مفهوم يا جماعه؟ فنيجي للهيد. الهيد اللي يهمني فيها يهمني السايد، هو مضروب في انهي حته؟ لان احنا عندنا اماكن في اجزاء في هي فكره الفراكشر ايه كلها؟ فكره ان انا باوفر كام الايفكت تبقى اعلى من السترينث بتاع البون، فكل ما السترينث كان اضعف كانت لايبل ان هي تييلد ويحصل لها فراكشر اكتر، ومش كل البونز بتاعت الاسكال ليها نفس السترينث، عندنا في بونز ضعيفه زي التمبل بون. ماشي؟ الهيد سبورتد ولا مش سبورتد؟ لو الهيد كده مش سبورتد زي انا النهارده دلوقتي وخدت قلبتوب في راسي مثلا، راسي يعني هتبقى شكل الانجري مختلفه عن لو راسي سبورتد بالمنظر. لو راسي سبورتد بالمنظر ده الفورس كلها يعني هتتصد في دماغي، لكن لو انا راسي كده في الهواء لا، الفورس هتتوزع في السبيس وهيبقى في شكل انجن وكده، في اكسلريشن وديسلريشن والكلام ده زي ما بنتكلم بعد كده. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على فاكتشرز مش بنتكلم على كونتراكتينيك انجنز. ماشي؟ ما دخلناش في الاكسلريشن وديسلريشن. طب تفتكروا الفاكتشر يبقى اعلى في هيد سبورتد ولا هيد نون سبورتد؟ سبورتد. تمام؟ السبورت بيماكسمايز الفورس اوف امباكت، ولكن الان سبورت بيدايفرج الفورس اوف امباكت. طب الكفرنج يعني لو الهيد بتاعتي دي واحد لابس خوذه وواحد مش لابس خوذه والاثنين مع الموتوسيكلين جنب بعض، الخوذه دي بتمتص الصدمات. تمام؟ يبقى الكفرنج ده بيمتص، سبحان الله، ده الهير بيمتص الصدمات. اوكي؟ ده لو واحد لابس هير كفر كده بيمتص، طب ما بال بقى الخوذه؟ بتمتص الصدمات طبعا، كل على قد يعني. اوكي، والاناستيستي بتاع الهيد زي ما كنا بقى اطفال وكبار وبورد فراكشر وديكاست فراكشر. طب المومنتم الفورس زي ما قلنا المومنتم ده لو هاي الكلام من ده، بنحسب المومنتم ده ازاي؟ بنحسبه بنحسب الفورس بالظبط اللي هي المومنتم ماس في الفيلوسيتي، الكتله في السرعه بتاعت الحركه، والفورس لو حسبت بقى وحده الفورس يبقى ماس الفيلوسيتي على التايم اللي حصل فيه الخبطه او بيهيل ازاي السكان فراكشن ده؟ انتوا عارفينه بس الفيشن مش هنعيده تاني. يا اما يحصل بقى الكومبليت هيلينج او يحصل البون ايبرنيشن. خد بالك بس من الكلمتين دول لو انت ما تعرفهمش، بون ايبرنيشن وايفري فورميشن، عارفهم يا شباب؟ بون ايبرنيشن وايفري فورميشن ده لو انا عندي فيشر فراكشن وداخل بستي حته تيشو ولا حته اي حاجه ما بتخليش يحصل له كوابتيشن، بيحصل له ايه؟ بيحصل سموزنج في الايدجز بتاعت الفيشر ده اللي بنسميه بون ايبرنيشن او بنسميه ايفري فورميشن، يبقى ناعم كده زي اللولايه فبنسميه ايفري فورميشن. طبعا الديفكتس اللي بتهيل بالممبرين وانتوا عارفين ده. سيرفيسز طبعا برضه الكلام ده احنا عارفينه من العملي. ندخل على الانتركرينيال انجريز، وجوه الكرينيال فيه يا جماعه؟ في بسنس وفي برين تيشو. تمام؟ طيب نيجي ليه الانتركرينيال انجريز يا جماعه بتبقى بتنتج عن نوعين من التروما، نوع دايركت ونوع اندايركت. اوكي؟ عايزين نتفق مع بعض على حاجه مهمه قوي. لما اقول لكم دايركت يعني انا عندي اوبجكت خبط الدماغ، في اوبجكت، في اوبجكت مادي خبط. اوكي؟ في عربيه خبطت وفي سقوط من علوم وفي شومه في واتس ايفر. لو قلت اندايركت يبقى انا ما عنديش، يبقى عندي تروما من غير اوبجكت، سوري ما عنديش، عندي تروما لكن ما عنديش اوبجكت. تمام؟ يبقى بنسميها ايه التروما اللي من غير اوبجكت دي؟ اللي بنسميها التشينج في الفيلوسيتي، الانرشيا تروما. تمام؟ يبقى دايركت يعني ايه؟ يعني في اوبجكت، اندايركت يعني ما فيش اوبجكت. الدايركت امباكت تروما اللي هي نفس الكلام اللي احنا قلنا عليه، واحد اتخبط اهو بالطوبه ولا قلب الطوب وعمل تروبل ديفورميشن. تمام؟ من غير ما اتحرك. وحاجه ثانيه اللي هي الصوره اللي احنا اتكلمنا عليها، طبعا ادي لما اتخبط حصل اللوكال ديفورميشن، لوكال ديفورميشن بس من غير كسر ولا حاجه. تمام؟ مع اللوكال ديفورميشن دي ممكن تعمل كونتشنجنز في البرين، ممكن تعمل
فاسكولار انجري. عشان كده قلت لك ان الفراكتشر ملوش علاقه بالانتراكراني، اللوكال ديفورميشن بس من غير ما تعمل فراكتشر ممكن تعمل انتراكرانيال كونتيوجن او فاسكولار انجري. تمام؟ طيب الحاله الثانيه ان واحد اتخبط بالاوبجكت، تمام؟ ان هو واحد واقف كده عادي ستاتيك وجاله كايناتيك اوبجكت، جات له كوره وقعد يلعب الكوره والكوره خبطت في دماغه، يبقى هو واقف في البوزيشن ده اتخبط بالكوره اتحرك، حصل له ايه؟ اكسلوريشن للهيد. تمام؟ الحاله الثالثه ان هو الواحد ماشي ومش واخد باله، يبقى جسمه بيتحرك ومعاه راسه بتتحرك، ومره واحده راح خابط بأوبجكت ستاتيك، يبقى حصل له ايه؟ هو كان في سرعه، كان اكسلوريتد، بعد كده لما خبط في الستاتيك اوبجكت حصل له ايه؟ ديسلريشن. يبقى دي الثلاث حالات للدايركت تروماز اللي ممكن تحصل لي. الثلاثه فيهم ايه؟ فيهم اوبجكت. تمام؟ يا اما الخبطه حصلت من غير ما راسك حصلت خالص، يا اما الخبطه حصلت بتشينج في الموفمنت او تشينج في الاكسلريشن والديسلريشن بتاعتهم، يا اما تعمل لي اكسلريشن يا اما تعمل لي ديسلريشن. هنرجع لها تاني الصوره دي لما نيجي نتكلم في الانرشال تروما، اللي هي تروما بالاكسلريشن والديسلريشن، اللي هي تشينج في الفيلوسيتي. اوكي؟ يبقى لما تقول انرشال تروما يعني ايه؟ يعني اندايركت تروما يعني ايه؟ يعني ما عنديش اوبجكت. طب وايه الانسلتنج كوز في القصه دي؟ التشينج في الفيلوسيتي. يعني مجرد ان التشينج في الفيلوسيتي الاكسلريشن ديسلريشن ده يعمل لي انتراكرانيال انجري. اه يعمل لي انتراكرانيال انجري وهنشوف دلوقتي. طب التشينج في الفيلوسيتي ده او التشينج في الموفمنت ده دي اشكال، يا اما يبقى روتيشنال موفمنت زي ما انت شايف كده مع اتجاه الساعه، اوكي، في اتجاه عقارب الساعه او في عكس اتجاه عقارب الساعه، او لينير موفمنت قدام ورا، يبقى يا اما يبقى بالاري بالمنظر ده روتيشنال كده، يا اما يبقى انتروبوستيريور اللي هو الوي بلاش. الوي بلاش ده اللي قلنا هو كومن في ايه؟ في كار اكسيدنتس، كار اكسيدنتس. تمام؟ ان الواحد يبقى ماشي خبط في الشجره راسه تخبط قدام وبعدين تروح راجعه صدى لورا، تمام؟ يبقى حصل هايبر فلكشن فورورد بار، هايبر اكستنشن ذيس از ذا لينير وي بلاش موفمنت. طب ايه المشكلة في كده بقى؟ المشكلة يا جماعة ان مع الموفمنت دي بتاعة السكال غير الموفمنت بتاعة البرين، والموفمنت بتاعة التيشوز بتاعة البرين مختلفة، لأن الموفمنت والريسبوند للموفمنت بتاعة التيشوز بتعتمد على الدنست بتاعة التيشو. طب أنا جوه عندي في الانتراكرينال ستراتش عندي إيه؟ عندي تيشو بتاعة البرين وعندي واي فيها وايت ماتر وفيها جراي ماتر وفيها نيرفز وفيها فيسلز وفيها بلاد وفيها حاجات كتيرة قوي، كل دي ليها دنسيز مختلفة. فلما انا ارج البرين كده بعنف قدام ورا او روتيشنال بعنف، الحركة بتاعة البرين، البرين كمان جوه، فاكرين شكل البرين جوه السكاب بيبقى كونكتد منين؟ من البيز بتاعته، من البيديكل. فبيتحرك سوفت تيشو موجودة في بس ممسوكة من عند البيديكل كده، بتبقى عاملة زي الجيلي. اوكي؟ فبتتحرك بحركه عنيفه جدا مع الحركه بتاعه الدماغ، والحركه العنيفه دي مش حركه منتظمه ما بين اللايرز بتاعه البرين. يعني اللايرز بتاعه البرين بتتحرك بسرعات مختلفه. يعني بتتحرك بسرعات مختلفه يعني ايه؟ يعني بتتحك ببعضيها زي ما بتتفرج ببعضيها، زي ما بتمسك ورقه كوتشينه كده وتفركهم. ولما تتفرج ببعضيها كده بتعمل تيش انجري. تمام؟ فبتعمل انجري اللي احنا بنتكلم عليها في البرين. فاهمنا يا جماعه؟ اوكي؟ يبقى اهم حاجه عايزه، يعني كل الكلام ده هتفسر بعد كده، بس اهم حاجه عايزين نتفق عليها ان دايركت يعني عندي اوبجكت، انرشال ما عنديش اوبجكت، ما عنديش اوبجكت يعني ايه انسلت تروما هنا؟ الاكسلريشن ديسلريشن، ايه يعني ايه المشكله في الاكسلريشن دي هتعمل لي ايه؟ او مشكله لان انا عندي برين من جوه في ديفرنت تيشو ليها ديفرنت دينستيز، لما اعمل لهم اكسلريشن ديجنريشن كده هيروحوا مفروكين على بعضيهم، يحصل تهتكات داخليه تقطع في التيشوز دي وتعمل لنا مشاكل وتعمل لنا اصابات. اوكي؟ عندنا انواع بقى الانتراكرينيال هامرج، نبتدي بس نفتكر كده الكروس سكشن بتاع البرين ونشوف السبيسز. ادي الهيد من بره لجوه، اللي بره ده السكين اللي هو السكالب اللايرز بتاعته، وايه ده اللي هو ليه اوتر تيبل وانر تيبل وديبل في النص. ده الكرانيوم، ده السكالب. تمام؟ انزل تحت الكرانيوم بقى، دخلنا في الانتراكرينيال دلوقتي.
لقينا عندنا سبيس كده ولقينا عندنا الشيت البينك ده، هو ده ايه؟ ده الجورا بالظبط كده. يبقى السبيس اللي فوقيه اسمه اكسترا جورا، تمام. ايه بقى اللي تحتيه بقى؟ السبيس اللي تحتيه بوتنشال ده رفيع، ده السب جورا، تمام. ايه اللي عامل زي العنكبوت ده؟ هو ايه؟ الاراكينايد، ماشي. واللي تحتيه هو السب اراكينايد، اوكي. وادي الجراي ماتر والوايت ماتر. طبعا ممكن يحصل لي هامر جست في اي حته بقى. لو اعتبرنا ان الازرق ده هو الجورا، ممكن تبقى ديتاتشد جورا ويحصل هنا كولكشن البلاد وبنسميه اكسترا جورا. الجورا مش ديتاتشد اهي، والكولكشن اوف بلاد اهو بين الجورا وبين البرين، واسمه ايه؟ سب جورا او جوه البرين تشو. اوكي؟ ده الجار اللي عندنا في الامتحان في المتحف جوه. وادي عندنا ده ايه اللي بيلمع ده يا جماعه؟ ده الجورا. وايه الشوكلت براون اللي بره دي؟ ده الاكسترا جورا. وهي دي الشوكلت براون الجورا اللي مكتوبه بتاعت الفيلم فاكشن اللي احنا. اوكي؟ الاكسترا جورا هامرج يعني عايزاكم تركزوا في الصوره دي، هو ده المين ميكانيزم بتاع الاكسترا كرينيال تروماتيك اكسترا جورا هامرج. عباره عن ادي السكال اهي يا جماعه، والسكال دي الحته دي بتاعت التمبرال بون فيها جروفز السكال من جوه، والجروفز دي بايت فيها الجينجيال ارتري زي ما انت شايف اهو. لو حصل هنا فراكشر يروح معور الجينجيال ارتري وعمل فيه تاب، والتاب ده يبيلد هامرج ويجمع لي اليابني اللي مكتوبه بالمنظر ده. يبقى الابيجور الهامرج يا جماعه ده مينلي تروماتيك، انه بيبقى معاه فراكشر يونيلاترال طبعا لان هو تروماتيك، ومينلي من الميدل جينجيال ارتري مني مش اكسكلوزيف، لان ساعات بيبقى فينز وعاملين لي تروما في اكسترا جورال اللي ده فيري هيل، تمام؟ بيحصل امتى الهامرج ده؟ يحصل على طول بعد التروما او يبقى دليت بعدين بشويه، والكلينيكال بيكتشر بتاعته الاول بني ادم يبقى داخل في كونكشن، بعد كده يصحى ويدخل في فتره اسمها يوسيت انترفل، وبعد كده يدخل في كومبريشن. اوكي؟ وده السيكونس المين سيكونس اللي بيمشي فيه الاكسترا جورال هامرج كلينيكال، تمام؟ هو ليه بقى بيحصل كده؟ لان هو مع ارتجاج الدماغ بيحصل فيه هبوط في الدوره الدمويه، تمام؟ وبيحصل فيه هبوط في البلاد بريشر. فالفين بيتير صحيح بيتقطع، لكن عشان الضغط واطي ما بينزلش بلاد كتير، تمام؟ فهو مع الخبطه يحصل يدخل في كوما اوف كونكشن عشان الارتجاج. يفوق بعد كده، لما يفوق الكونكشن خلاص خلص، ضغطه يتصلح ويبقى نورمو تنسف مش هايبو تنسف، تمام؟ نورمو تنسف وعنده بس المقطوع هنا اللي هو نايم في البونه من جوه البنجين ارتري، يبتدي يحدث في بلاد، يحدث في بلاد، يحدث في بلاد، يكون في هيماتوما، الهيماتوما تكبر تضغط على الدماغ تعمل له كومبريشن يدخل في الكوما اوف كومبريشن. اوكي؟ طبعا الديفرنشال دايجنوز دي هيماتوما اللي احنا لسه مريانه دلوقتي. ونيجي للسؤال الاشهر في الطب الشرعي كله، اللي هو ايه اللي بيجي في الكورتس بتاعت اليوسيت انترفول اللي احنا قلنا عليها. واليوسيت انترفول دي ايه؟ دي فتره الصح ما بين الكوما بتاعت الكونكشن والكوما بتاعت الكومبريشن. البنان بيبقى فايق ويبقى كويس ويبقى نورمال تنس ويبقى صاحي ويبقى بيتكلم، وايه هي الامبورتنس بتاعتها قدامنا دي؟ اهم امبورتنس علينا احنا كدكاتره ان انا اجي العيان المصاب يبقى جاي لي مصاب في دماغه، ويقول لي المسعف او يقول لي الاهليه اللي جايبينه ولا الكلام ده، ان هو بس ايه، او هو يقول لي ان انا مش فاكر مش عارف خبطت ما اعرفش حصل ايه مع الاسد العربيه، يعني معناها ان هو فقد الوعي. اوكي؟ وبس جاي صح صح صاحي زي الفل وكويس وعامله وفيتاله ومش عارفه ايه نورمال تنسل الدنيا زي الفل، وعنده مثلا سكان بيماتوما كده بسيطه خيطها له، وطبعا يا جماعه الحمد لله جت سليمه ومشيه يروح بيتهم. يحصل له بقى الفيلم بتاع الهيماتوما والكومبريشن ويدخل في الكوما اوف كومبريشن وما لحقوش، تمام؟ يبقى ايه بقى الليجد نيجليجنس؟ لو انا مش عارف ان في حاجه اسمها نسيت انترفل، اتهم بان انا بالاهمال الطبي، يعني ليج عليا النيجليجنس في اداء الاكوانمنت. فعشان كده يقول لك ايه يا دكتور، لازم اي واحد يجي لك بتاع تروما ومديك هيستوري اوف لوس اوف كونشس
او انت شكيت او حد قال لك من الناس اللي ممكن يكون مثلا لوسس كونشس 10 دقايق وفاق في السكه انا بجالك تلفاني اوكي لازم تقعده معاك اوعى تعمل له طلب خروج وتقعده معاك اندر ايه اندر يعني كريتيكال اوبزرفيشن تبطل له كل شويه وتشوف البيبلز وتشوف كل تطمن عليه تمام مدة قد ايه؟ يعني يقول لك 24 ساعة في بعض الريفرنس يقول لك 48 ساعة، قعد معاك يومين. بمتابعة خفيفة لأي تشينج عنده، طيب أنت بتتابع فيه تعمل له فايتال ساينز أهم حاجة وأديك الكلام من ده يقول لك الكات أوف عندك والحاجة تاخد بالك منها قوي البلس بتاعه. أول ما البلس بتاعه بينطق يبقى أقل من 60 أو 60 أو أقل من 60 ده على طول دي سايز إن هو داخل في كومبريشن لا بسرعه تدخله وتعمل له بقى الجي كومبريشن بتاع تدخله عمليات تعمل له جي كومبريشن. طب في الاول مش هيبين حاجه؟ لا مش هيبين هيبقى في ايه؟ مش هيبقى في فراكشر تمام؟ لان هو الفراكشر ده احنا قلنا ايه؟ من 85% اوف كيسز لكن ممكن الارتري يطير من غير ما يبقى في فراكشر 15% من الكيسز. اوكي فهو يعني كده ناخدها رول كده العيان بتاع التروما ده يقعد معايا طالما او بالاحق او بالاحرى لو مديني هيستوري اوف لوس اوف كونشس لان هو داخل في كونفيكشن. طيب ايه قيمته كمان بقى فيما تانية ده اللي هو الفيكتم ممكن في الوقت ده يحكي لك بقى الحادثه حصلت ازاي مين اللي ضربه بالشومه الخناقه كانت فين مش عارفه ايه العربيه خبطته في انهي ناحيه الكلام ده ممكن يتكلم ويقول احداث او يقول مين اللي ضربه او الكلام ده وحاجه ثالثه بقى اللي هو الاسيلنت نفسه ان هو ينكر ان هو ليه علاقه بالجريمه يقول لك اه زي انا ضربته في الخناقه دي او خبطته بالعربيه بتاعتي واغمى عليه فاق الحمد لله ماليش دعوه يكون اغمى عليه بعد كده دي مش قصتي. هيقول لك ايه بقى ويجي المحامي بتاعه بقى الناصح الواعي يقول لك لا ده البوزيتيف ريليشن شيب هنا انقطعت الكوزيشن علاقه الكوزيشن اللي هناخدها في المال براكتس اللي هو الحادث الايفنت بالكومبليكيشن اللي ادت للوفاه لا ده في هنا ده في مرحله كده يعني فاصله اللي هي الكونشس ستيج اللي حصل الكونشس تيجي بقى حضرتك بقى يعني فنيا تقول له لا الكلام ده فنيا مش مظبوط لان دي كلها حلقه متصله بدايه من الاكتفاف الكونكشن الاولاني لليوسيد انترفل للكومبريشن الثاني دي كلها حلقه متصله لحدث واحد اللي هو الايفنت الاولاني اللي عمله الترول اوكي بنجي للبوتس اوف انترفل اكستريملي امبورتنت السب جوبل هامرج بس انا حاسه ان انتوا يعني مش منين طيب يعني علشان بس يعني ما يبقاش في تحبوا نقول شويه كيسز وحسب الوقت بقى يعني صحينا صحينا لان وقتنا خلص ندخل على كيسز احنا قررنا خلص بس انا يعني عندي احباط. بس حضرتك بتقولي مش عارف تفصل قوي. انا هي كتير اسمها. ممكن بسرعه. ممكن بسرعه. كلام اي نو بس يعني هو في نقط معينه انا يعني عايزه استرس عليه. اوكي؟ ده انا ما بعتلكوش كمان. اوكي يا جماعه. ندخل على سب جيرال هامرج والسب جيرال هامرج يا جماعه في نوعين هما الاكيوت سب جيرال هامرج والاكيوت سب جيرال هامرج الجولدن اكزامبل ليه هو مين؟ هو الشيكن بيبي سيندروم اوكي؟ شيكن بيبي سيندروم اللي هي مكتوبه عندنا في الانفا الناسس قدام شويه الشيكن بيبي سيندروم ده ايه؟ هو العيل اللي تمسكه تهشكه براس تتحرك يمين وشمال وقدام لورا تمام؟ وهو عنده هيفي هاتس وعنده النك ماسلز ضعيفه تمام؟ فالراس تتحرك وتهز جامد جدا جدا فيحصل بقى الشيرنج مو اكسلريشن 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 فبيحصل ديس شيرنج موفمنت فعشان كده في الاكيوت سب جيرال هامرج التروما هنا عندنا نوعها ايه؟ انرشال تروما اوكي؟ عندي اوبجكت ما عنديش اوبجكت مجرد ايه؟ اكسلريشن ديسلريشن موفمنت زي ما انتم شايفين بيبقى كلينيكلي شكله ايه؟ بيبقى كلينيكلي شكله كونكشن وبي باس تو كومبريشن علشان بيحصل هيماتوما زي ما انتم شايفين مطرح الكونكشن ويسيب الكونكشن طب الكرونيك ساب جيرال هيماتوما الانرشيا هنا ولا لينير؟ الانرشيا هنا ايه؟ لينير تشعب ولا لينير؟ لا لينير وعلى حسب الحق بس غالبا بيبقى الهشباكه دي بتبقى اوكي؟ بتبقى لينير الكرونيك ساب جيرال هيماتوما يا جماعه
على مراحل مراحل مراحل، عشان كده بنلاقي فيها لامينين يعني لامينيتد، يعني حصل مرحله حصل فيها فايبروزز، ومرحله ثانيه حصل فيها هيلينج شويه، ومرحله ثالثه لسه فريش، بيبقى عامله زي اللامين كده او لايرز زي ما انتم شايفين، اللي بنسميها ايه بقى دي؟ اللي بنسميها باكي مننجاتس المراشكه، والكلمه دي مش مكتوبه عندكم في الكتاب ولكنها مكتوبه في كتاب الاسئله ومهمه وممكن يجيب لنا سؤال فيها، اسمها باكي مننجاتس المراشكه. اوكي؟ طيب نيجي ندفرنشيت بقى، بصوا الاسطوره دي الدفرنشيشن بين السب ديورال والاكسترا ديورال هيماتومه، ونشوف الفرق بينهم. ادي الديورال اللي هي الابيض ده، يبقى السبيس مختلف اللي حصل فيه الكولكشن بتاع البلاد، في هنا فراكشر، والفراكشر مع مين؟ اكتر مع الاكسترا ديورال ب 85% اوف كيسز، ولكن في السب ديورال غالبا بتبقى تروما انرشيال، تمام؟ فمبقاش فيه فراكشر، وهنا فينس وهنا ارتيريال، في اللي هو بين الميناجيال ارتري زي ما احنا قلنا. ندفرنشيت بين الاكسترا ديورال والسب ديورال. الديفرنشيشن ده ريجاردينج وات؟ مين اللي مور فريكونت؟ مين المور فريكونت؟ دايما مين المور فريكونت؟ اللي بيحصل بتروما عنيفه جدا بتكسر لي البونه والتيار اللي ده، ولا اللي يحصل بالمد بالهشتكه، ولا مش عارفه واحد وقع وخبط له كام مره ورا بعض والكلام ده، يبقى كل ما التروما كانت اكثر كل ما الفريكونس بتاعتها كانت يعني كثيره الحدوث اكثر، فالسب ديورال هيماتوما دي بتبقى هي فعلا المور فريكونت ده الديورال هيماتوما. البليدر زي ما انت شفت في الصوره الاحمر بتاع الميناجيل ارتري اللي هو الاكسترا ديورال، والفينس هو السب ديورال. التروما في الاكسترا ديورال هيماتوما دي دايركت تروما، فيها اوبجكت بيكسر النافوخ، والسب ديورال هيماتوما ذيس از انرشيال تروما، مفيش اوبجكت عندي او مينيمال تريفيال تروما. السكال فراكتشر اكتر مع الابيديورال، مفيش خالص مع السب ديورال، والسايت زي ما احنا قلنا الكولكشن بتاع البلاد بيبقى فيه. عايز اقول لك ان السب اراكنويد هامرج مينلي باثولوجيكال. اوكي؟ مينلي باثولوجيكال، وهو بيقول لك كده في الليترشر، لو انت لقيت العيان عنده بس سب اراكنويد هامرج، او مصاب عنده بس سب اراكنويد هامرج، ما عندوش اني تايبس اوف هامرج، ما عندوش مثلا انترا سيريبرال هامرج، يبقى ده اكيد باثولوجيكال زي ما هنشوف الكيس دلوقتي. وعشان هو باثولوجيكال يبقى غالبا ما بيبقى بيزل، لان هو جاي مع الستريم والحته اللي فيها فاسلز كتيره. اوكي؟ الحته اللي فيها فاسلز كتيره فين؟ هي السيركل ويز اللي هي عند البيس اوف دي البرين، فبيبقى نتيجه ليه يا اما كونجنتال يا اما ثرومبوتيك. الكونجنتال هو الانيريزم بيبقى اكتر في الفيميل اللي بيبقى بيزل، والثرومبوتيك اللي بيبقى في السمول فاسلز فبيبقى على الفيرتكس. التروماتيك يا جماعه بيحصل في حالتين، التروماتيك بقى عمره ما بيبقى لوحده، التروماتيك دايما بيبقى مع حاجات ثانيه، هامرجز ثانيه، بيبقى معاه انترا سيريبرال هامرج، معاه سب ديورال هامرج، مش عارفه لما تيجي تفتح دماغه كده وتعمل له اوتوبسي عمره ما يبقى سب اراكنويد لوحده. تمام؟ طيب يبقى غالبا معاه كونتيوشنز، معاه حاجات ثانيه تسلق يعني لاسريشنز او تهتكات في البرين. التروماتيك الثانيه اللي انا عايزاكم تفهموه ده اللي هو بيحصل اندايركت وارث صحيح، ولكن يعني المفروض انت تفهمه، ان هو ساعات التروما نفسها ما بتبقاش جايه للدماغ، التروما جايه للنك من السايد اوف ذا نك، فراحت لفه الدماغ جامد قوي على جنب، خبطته كده فراحت لفت له راسه جامد، فاللفه الجامده دي خلت السي 1 فيرتبري يعني طيرت الفيرتبرال فين اللي هو باسنج من تحت وداخل على جوه الدماغ، الفيرتبرال ارتري. اوكي؟ فلما تروح مطيران كده بتعمل جاش اوف بلاد، فيبان عند ال يظهر في السب اراكنويد سبيس بس من عند البيز. اوكي؟ يعني احنا بنقول ان مينلي اوتوماتيك سب اراكنويد هامرج بيبقى على الفورت على الفيرتكس، لكن احيانا بيبقى بيزل. امتى؟ في الفيرتبرال ارتري راكتشر، في حالات اللي هي الكيك او بلون النك. اوكي؟ لما تكون الخبطه جايه من تحت، الدماغ من تحت. وايل الباثولوجيكال مينلي بيزل عشان السيركل اوف ويكس تحت، والانيروزمات بتبقى تحت، والفاسكول انجز كلها تحت، وبيبقى في البيز، لكن احيانا بتبقى في الفولت فين؟ في المايكوتيك او الثرومبوتيك.
يبقى السب اراكنويد هامرج الباثولوجيكال مينلي بيزل ممكن يبقى فيرتكس، والتروماتيك مينلي على الفولت، وممكن في رير كيسز يبقى بيزل تروماتيك سب اراكنويد هامرج. اوكي الجدول ده مش صعب، موجود عندنا في الكتاب، ولكن عايزه ااكد برضو الكلمه دي ان الباثولوجيكال انترا سيريبرال هامرج بنسميه ايه؟ سيريبرال ابوبلكسي. اوكي وما تنساش الاسم ده عشان بيجي لنا برضه فيه كتير. فاهمه؟ اوكي الديفرنشال دايجنوزز يا جماعه بتاعت الكوما مع البين بوينت بيبل، الجدول ده موجود عندنا في كتاب التوكسيكولوجي، ولكن جه في الامتحان في حته في الكيس بتاعت الفورنسي. ليه؟ لانه بيقول لك انت ماشي اعمل ديفرنشيشن بين كوما وسبين بوينت او ديفرنشيت مثلا الديفرنشيشن بتاع الكونتاين هامرج، فانت ما خدتش كل الجدول، خدت بس الابيايد والكونتاين هامرج من كتاب التوكسيكولوجي. الكو والكونتر كونت فاهمينه يا جماعه؟ الكو والكونتر كونت زي انجلز. اوكي الكو والكونتر كو معناها ايه؟ معناها ان انا دلوقتي لو اتخبط ادي الراس بتاعت البني ادم اهو، وادي الستيك، وادي البوينت اوف امباكت عند الاتجاه ده، وده الفورس اوف تروما. حصل ايه؟ هو اتخبط في راسه من هنا وحصل لوكال ديفورميشن في البوينت اوف امباكت راحت، زائد البرين تحتيها خبطت البرين عملت له اكسلريشن حركته، لان البرين ده عامل زي جيلي لايك سبستنس متشال على ميديكال، فلما اتحرك البرين ورجع لورا خبط في الراس من ورا من جوه، والانترنال سيرفيس ده في روجيز وفي كونتورز وفي حتت متعرجات، فلما اتخبط فيها كده برضه حصل له من الناحيه الثانيه، يبقى ده بوينت اوف امباكت، حصل له كو انجري منين؟ من الديفورميشن. ولما البرين اتحرك ومشي في الاتجاه حصل له كونتور كو عند الاوبوزيت بول، علشان الخبطه دي ولان هو بص متشال على البيديكل دي تمام، اللي هي البرين ستام، فاتحرك بالسرعه بتاعته وخبط في الناحيه الثانيه، حصل له ديسلريشن، يبقى حصل له خبطه واكسلريشن في قدام، خبطه وديسلريشن من ورا، يبقى الواحد لما هيتخبط في ناحيه الاكسبت هيحصل له الكو عند الاوكسيبتال بول والكونتر كو عند الفرونت. لو اتخبط في الفور هيد يبقى الكو فين؟ عند الفرونتال بول من البرين، والكونتر كو عند الاوكسيبتال بول. لو اتخبط مثلا من على الليفت يبقى الكو على الليفت تمبرال والبرايتل، والكونتر كو على الرايت تمبرال والبرايتل. ايه قيمه الكلام ده؟ ده مهم يا جماعه، ميديكال هي الكو بتاعت الكو والكونتر كو، ان انت يا فيزيشن يا دكتور لما تيجي تشتغل ما تعتمدش على الخبطه كانت فين، يعني الخبطه كانت هنا يبقى انا اكيد بس عندي المشكله في اللوب من قدام من عند الفرونتال، لا ده ممكن يبقى عندي انترا كرينيال كو اند كونتر كو، فلازم تدور اكتر على استيروكيك السايد اوف انجري جوه البرين من يعني بالسايز بالانفستيجيشنز واتس ايفر. كمان الاسيلنت ممكن يقول لك ايه؟ لا بصوا بعد ما مات شرحوه ولقوا ان الهيماتوما اللي عنده كانت في الاوكسبت وانا خبطه من قدام، انا ماليش دعوه. هو بقى يشوف مين تاني خبطه من ورا، يشوف مش عارفه ايه، يقول له لا الكلام ده مش فني، لان في حاجه اسمها كو وكونتر كو للايفنت الواحد او للخبطه الواحده، ودي الميديكال امبورتنس بتاعت ذيس سيريبرال كونتشيوشن. الكونكشن يا جماعه اهم حاجه تعرفوها فيه الميكانيزم ان ده حاجه فانكشنال، مجرد الحركه الجامده بتاعت الارتجال، هو اسمه معبر عنه، الارتجال ده بيعمل فايبراتوري موفمنت ياثر على تيك انفورميشن فياثر على الكونشس ستيت فالبني ادم يفقد الوعي. حاجه فانكشنال اونلي تمام؟ مش اناتوميكي. الكونكشن الكلينيكال بيكتشر بتاعته مهمه قوي، البني ادم بيلوز الكونشس فتره صغيره جدا، يعني الافرج كده حوالي ربع ساعه، ولو بصينا كده على العمود كل الرينج بتاعه عمره ما هيزيد عن ست ساعات. البني ادم بيبقى عامل زي تو شوكت، بيبقى رابد بيك بالس هايبوتنسيف هايبوثيرميك، وفي شكل مش تحت واطيه، بيدخل في حاجه اسمها بوست تروماتيك امنيزيا، ما بيبقاش فاكر بيقول له احكي لي الحادثه ايه، اتخبط العربيه ازاي، يبقى مش عارف الايفنتس اللي حوالين الحادثه شكلها ايه، بتعمل له ايه، ما بتعملوش حاجه غير الهوسبيتاليزيشن والاوبزرفيشن، علشان لا قدر الله لو دخل في حاجه ثانيه طبعا الهايبوتنشن والكلام ده بتعمل له تريتمنت.
البروجنوزس من الكونكشن في الرؤوس بتاعه عالي جدا وبيتصلح على طول، ممكن يخش في البوست كونكشن سيندروم، ممكن يباس الكونكشن بالريسيت انترفل او من غير ريسيت انترفل، وفي رير كيسز بيبقى فيتل يعني ممكن يخش. بوست كونكشن سيندروم مهم احيانا بتسال فيها، بتسال فيها في الشغل كده للطالب الحلو اللي بيفهم كده، ويعني ايه نقول لك ايه البوست كونكشن سيندروم دي؟ ايه الميكانيزم بتاعها؟ هتقول لك لا انا مش عارفين الميكانيزم بتاعها، مش واضح قوي اللي تنزل، لكن هي حاله بتحصل بعد الكونكشن بتاخد لها من ايام لاسابيع، بيعاني بقى من الهدك والامنيزيا والدبرشن ومش فاكر الايفنتس اللي حواليه القصه، ويبقى نفسه غمى عليه، مصدع، مش مركز، عنده تشينجز برضه في البرسوناليتي كده شويه، مش يعني اباثيك، مش متفاعل مع اللي حواليه. طيب الموضوع برضه مهم قوي اللي هو الديفيوز اكزونال انجري. الديفيوز اكزونال انجري يعني ايه؟ يعني انجري في الاكزونز بتاعه النيرفز، يعني حاجه الاكزونز دي حاجه بسيطه جدا، حاجه كده ما تشوفهاش بعينيك، تشوفها بالميكروسكوب. طيب عشان كده سميناها ديس اكلينيكال ستيت، يعني حاله اكلينيكيه، بشخصها اكلينيكيه. فيو شخص اكلينيكي بايه كريتيريا بقى التشخيص بتاعها؟ ان البني ادم بعد الهيد تروما يلوز كونشس لمده اكثر من 6 ساعات، تمام؟ يبقى الكت اوف عندي هو ايه؟ هو 6 ساعات. اقل من 6 ساعات ده يعني غالبا كونكشن. زاد عن 6 ساعات هو ديفيوز اكزونال انجريز انتيل بروف اذروايز. على قد ما قلنا ان الكونكشن دي حاجه بناين وجميله ويعني البروز بتاعها هايل جدا في معظم الاحوال، الديفيوز اكزونال انجري على العكس يعني كيس كلينيكال البروز بتاعها وحش جدا، والفيتاليتي هي الاصل فيها كبروجنوز. غالبا بتبقى في حوادث كبيره زي حوادث العربيات، والتروما بتبقى شكلها ايه؟ بتبقى التروما من الروتيشنال امباكت او الاكسبريشن والديستريشن، يعني الانرشيال تروما بتعمل ديسربشن في الاكزنز، اللي تقعد تقطع في الاكزنز بتاعه النيرفز سيلز بالمنظر ده، فلما تقطع وتشير الاكزنز بتعمل لي كيميكال تشينج، بتعمل لي بالبنج، بتلاقي الاكزنز بتاعت لما تيجي تاخد بقى بتفرج ان انا اكسون كده بعد ما اتقطع بقى في بالبي هنا كده، ادي اكسون بقى في بالبي، دي سكاتر بتيجي الهامرج من حواليه. اوكي البروبوز شكله ايه؟ يعني هو غالبا بيباس للتست، غالبا هو ده البروبوز، يبقى في تمبري دامج بيرمننت وايد سبريد دامج ويباس للتست، قلنا التالتي هي الاصل في القصه دي. بشوف ايه في الاوتوبسي جروسلي، لما افتح ببص في البرين كده مش في البرين اي حاجه بعملها، لا برين يعني لا في اي حاجه، ولا قديمه ولا كونتيوشن ولا مش عارفه ايه ولا جنس حاجه، ولكن المفروض ان انا اعمل له مايكروسكوب اكزامينشن، بلاقي ايه؟ بلاقي الابدون السبايننج زي ما قلت لك ده، وبلاقي النيومرس بتشكل هامرج والكلام ده برده ما بشوفوش بالسباقات العاديه، يعني مش مداكس الكويسين والكلام ده، محتاج ان هيست كيمستري، محتاج سباقات محترمه جدا وخاصه جدا علشان احس فيها المنظر ده، يعني صعوبه تشخيصه بعد الوفاه يعني وارده بشده. سيريبرال كومبريشن يا جماعه، كومبريشن يعني ايه؟ يعني الضغط في الدماغ اللي هو البوكس الكلوز ده اللي يعني كونفايند سبيس، مفيش اي حاجه تتفوت منه كده. ساعات الضغط فيه بيزيد، يزيد عن ايه؟ يزيد عن الطبيعي، الطبيعي اللي هو كام؟ اللي هو من 10 ل 15 مليمتر مربع. اوكي؟ يزيد ويبقى مانيفستد بقى زي ما هنشوف دلوقتي الكلينيكال بيكتشر بتاعته، والزياده دي ليه يزيد الضغط في الدماغ؟ ليه؟ عشان ايه؟ اي سبيس اوكيباينج فيجن، اي حاجه بالظبط كده، يعني الكلام اللي هنقوله والمكتوب دول كلهم على سبيل المثال وليس الخاص، اي حاجه سبيس اوكيباينج فيجن جوه دي سبيس تزود الضغط في الدماغ. دي اهم سلايد في القصه الحلقه بتاعت الكومبريشن، هو انا دلوقتي الضغط زاد في الدماغ وبيزيد تدريجيا، وهو في مراحل الاولى من الزياده بيأثر على ايه؟ مش حاجه في البريك، بيأثر على الفينز، لان الفينز الغولز بتاعته ضعيفه، تمام؟ ولما يأثر على الفينز يعمل ايه؟ يعمل ايديما. اوكي؟ لما يحصل فينس كومبريشن او استراكشن يعمل ايديما ويعمل اريتيشن، يدخل في ستيج اسمها ستيج اوف اريتيشن. يزيد الكومبريشن يروح قافل لي الارتريز، يأثر على الارتريز ويقفلها لي، ويعمل ايه بقى؟ ايسكيميك تشينج، هايبوكسيا وايسكيميك تشينج، ويدخل في الستيج بتاعت الباراليسيس. اوكي؟
زاد الضغط زياده، لا ده كمان اثر لي بقى وضغط لي على التيشوز نفسها الجراي ماتر والوايت ماتر، وحصل حاجه اسمها ريرنيشن. ريرنيشن يعني اتحركت من مكانها ودخلت في يعني. بص ايه مثلا، ادي الجراي ماتر، ادي الجراي ماتر اهي، وادي الوايت ماتر تحتيها. بص ايه الجراي ماتر ريرنيشن جوه الوايت ماتر، الوايت ماتر ريرنيشن جوه الجراي ماتر. والاخطر من كده في حاجه اسمها الكولايزيشن، ان المظله نفسها تهرنيات تخرج وتتحشر جوه الفرم الماجنال ويحصل الوفاه نتيجه لل الريسبيرتوري سنتر ديبريشن والكولايزيشن بتاع المظله. اوكي، يبقى ده مع الاكستريم كومبريشن. عشان كده المصاب بتاعي بتاع الكومبريشن ده